بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي مكانه الطبيعي في الصدارة، الأهلي من الأول وهو صاحب المركز الأول، الأهلي أول بطل للدوري المصري، الأهلي صاحب الأرقام القياسية، الأهلي دائما الأول في كل مكان. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للعقل، وكفاية على الأهلي دول أهلي نقطة ومن أول الصف. الأهلي كيان ومكان للقلب وعشق عمر، الأهلي كل زمان مفيش شياطين الحمر، الأهلي كيان ومكان للقلب وعشق عمر، الأهلي كل زمان مفيش شياطين الحمر. جماهيره على رفع الراس وعلى النصر، اشهد يا تاريخ ابن الاهلي ده الاسم اللي مشرف مصر، الاهلي في دم اللي يحبه عامل زي الروح جوه الجسم، الكوره هيبقى اسمها بس الأهلي كيان ومكان للقلب وعشق عمر، الأهلي كل زمان مفيش شياطين الحمر، الأهلي كيان ومكان للقلب وعشق عمر. عندي موضوعات كتيرة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن خلوني أبدأ بمباراة النادي الأهلي مع أو بفوز النادي الأهلي على البنك الأهلي. الحقيقة يمكن حضراتكم خدتوا بالكم من كلامي امبارح وأول امبارح، قلت لكم إيه؟ قلت لكم أنا اللي يهمني في مباراة البنك الأهلي دي حاجة واحدة بس، 3 نقاط. لن أنظر لأداء، مش هبص اللعيبة بتعمل إيه. ليه؟ لأنه في النهاية لما تلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك تكسبه 3-0 في مباراة أنت كنت الأفضل فيها من كل النواحي جماهيريا وتنظيميا وتكتيكيا وكل حاجة، مثل هذه المباريات المباريات اللي بعدها على طول بتخلي عندك شوية راحة، مش عارف أقولها أكتر من كده، لكن هي بتخلي عند اللعيب أو عند معظم اللعيبة راحة كده، تخليك إيه مستريح ونازل منتشي في أرض منتشي بتاعتنا، منتشي بتحب الكرة يعني، مش منتشي يعني بتحب كرة القدم، فبالتالي مبسوط وسعيد إن أنت كسبت فريق كبير زي نادي الزمالك وفريق قمة بالمناسبة، وبعد كده بتلعب مباراة فبتبقى حاسس بيها ببعض السعادة، وإن أنا خلاص شلت من على دماغي ضغط كبير جدا. فأنا كلنا كنا متوقعين، أي حد لعب كرة قدم متوقع أن مباراة النهاردة مباراة لن ننظر للأداء، على الرغم من الأداء لم يكن سيء، خلي بال حضراتكم، لأنه كان هناك تغييرات كثيرة جدا على أرض الملعب عملها مارسيل كولر، وزي ما حضراتكم سمعتوا في الاستوديو التحليلي من شوية مع كابتن أيمن شوقي ومع نجومنا اللي كانوا متواجدين اتقال كل هذا الكلام، ولكن كلنا بنجمع على شيء واحد، أن النادي الأهلي في الصدارة، وأن مارسيل كولر بيتحدى الغيابات والإصابات وبيواصل مسيرة الفوز والانتصارات. والحقيقة ده موضوع مش سهل، موضوع مش سهل. كل اللعيبة اللي كانت موجودة النهاردة، يعني شفنا واحد زي بقيمة، هي صفقة خالد عبد الفتاح، معرفش بقى الناس هتضحك تاني ولا هتعمل إيه، لأن أنا لما بقول حاجة بعض من لا يشجع النادي الاهلي يبتدي يقعد يضحك ويهزر ويقول لك يا عم انتوا جبتوا صفقات مجدي قفشه صفقه، وهو دلوقتي
الحمد لله والشكر لله الكلام اللي احنا قلناه، وقلنا ان القرار التاريخي اللي خده مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره وكابتن محمود الخطيب باراحه كل اللعيبه الكبار خلتهم يرجعوا هم اللي عاملين الفرق اللي حضراتكم شايفينه ده في عدد النقاط عن فيوتشر اللي هو في المركز الثاني. وفي الزمالك شوف بقى تقريبا الفرق 10 نقاط او 11 نقطه حاجه كده، 11 نقطه كده تقريبا. فالقرار التاريخي ده هو السبب الرئيسي فان يظهر لعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل. ده انا دايما باصر عليه وبقوله لحضراتكم من يوم ما تم اتخاذ هذا القرار، واتهاجمت على الموضوع ده كتير جدا، ولكن الحمد لله يعني الايام بتبين وبتثبت ان الحمد لله والشكر لله مهما كانت الامور احنا بنطلع نقول لحضراتكم الحقيقه، ما بنطلعش نكذب ولا نطلع نطبل ولا نطلع نقول، لكن بنطلع نقول الحقيقه كامله بدون اي شيء. فانا هعتبر ان قيمه خالد عبد الفتاح او قيمه صفقه خالد عبد الفتاح مش ان هو يجي يلعب باك رايت، لا، ان هو يلعب باك رايت، يلعب ستوبر لما تلاقيه او سرد باك لما تعوزه، ويلعب باك ليفت لما تعوزه لما يغيب علي معلول. فممكن تعتبرهم 3 في 1، مش هقول 3 صفقات اهو عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه، 3 لعيبه في 1. زي محمد طاهر، محمد طاهر بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه اليمين ناحيه الشمال، نفس الكلام بالنسبه لمجدي قفشه بيلعب في وسط الملعب 6 أو 8، وكمان بيلعب تحت الراس حربه. في برونو سافيو نفس الكلام. فانت عندك مجموعه اللعيبه اللي تقدر تغير فيها زي ما انت عايز، تغير وتدي فيها اللي انت تقدر، او ادفع في خالد عبد الفتاح وادفع في مروان عطيه لانهم بيدوني 3 4 5 اماكن كل واحد، حلول كتيره جدا في الملعب. ده اللي انا عايز اوصل له يعني. فصفقه خالد عبد الفتاح بالنسبه لي هي صفقه مؤثره جدا. صفقه مروان عطيه زي ما حضراتكم شايفين النهارده الاداء اللي بيؤدي بيه مروان، كريستو جاي خلال الفترة القادمة، وما تنسوش ان هو 19 سنة فسنه لسه صغير، ولكن انا بقول لحضراتكم ويعني برضو خدوا مني الكلام، وهتشوفوه كمان شهر مش عارف كمان قد ايه، لكن هتشوفوا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده. هذا اللاعب سيصبح واحد او مستقبل للنادي الاهلي خلال الفترة القادمة، الفترة القريبة القادمة مش البعيدة يعني، عشان محدش يقول لي يا عم واحنا لسه هنستنى للسنة اللي جاية، لا، الفترة القريبة. ولكن ده مش كلامي لأن أنا ما اتفرجتش كتير على التمرين خلال الفترة اللي فاتت، ولكن ده كلام كل اللاعبين اللي موجودين، كلام كل الأجهزة الفنية اللي بتتفرج على كريستو، كلام كل خبرائنا اللي بيبقوا موجودين وإخواتنا في الجمعية العمومية اللي قاعدين بيتفرجوا على التمرين لما بيبقى التمرين مفتوح في مختار التتش بتقعد تتفرج. فاحنا عندنا الجمعيه العموميه في النادي الاهلي عندها قدره ان هي تشوف اللعيبه كويسين، فبالناس بتحكي لي وبتقول لي اسلام كريستو ده لعيب جامد قوي، طب هو ما لعبش ليه النهارده؟ ما لعبش لانه لسه صغير، قدامه وقت. وقت قد ايه؟ وقت قريب مش بعيد. فاللي بقوله لحضراتكم الحمد لله والشكر لله الامور ماشيه بشكل جيد، الفوز النهارده على البنك الاهلي له اهميه كبيره، وده اللي انا كنت دايما بقوله خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، لانه خلاص انت انتهيت من هذا الجزء الكبير من المباريات، وهتبتدي تفكر في ايه بقى؟ ايوه، ويعني دايما في الفقره بتاعت كاس العالم للانديه انا بخاطب جمهور الاهلي بس، اللي عايز يتفرج يتفرج من بعيد، لان انا هنا هخاطب جمهور الاهلي. ال8 مرات اللي رحناهم او الفريق من مصر راح لبطوله كاس العالم للانديه كان النادي الاهلي في ال8 مرات بالمناسبه، فانا هنا بخاطب جمهور الاهلي. وعايز برضه اقول لكم انه كاس العالم هنبتدي نفكر بقى في كاس العالم الفتره اللي جايه، وان شاء الله طبعا تغطيه حصريه لكل كواليس النادي الاهلي كالعاده الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومن خلال زملائنا اللي هيكونوا موجودين مع البعثه بالفعل خلال الفتره القادمه، هنعلن لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه على الشاشه كيف سيتم تغطيه كاس العالم للانديه من خلال شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى متواجده الحقيقه في كل البطولات او مع النادي الاهلي في كل البطولات، سواء سله ولا طايره ولا كل حاجه وفي كل مكان. ويعني برضو احنا بنعمل لحضراتكم حاجه قريب جدا هنقول لكم عليها ولكن عندما تنتهي، وهي خاصه بفرع النادي او بمقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. ايه الحلاوه دي؟ انا رحت بصيت كده بصه، ايه الحلاوه والجمال والعظمه دي؟ انا معلش عمال اطلع من موضوع اخش في موضوع، ولكن
موضوع حلو قوي. مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس؟ لا 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 لا، حاجه كده خيال يعني. خلينا بس نحضر المفاجاه ونوريها لحضراتكم. طيب النادي الاهلي دلوقتي متصدر جدول ترتيب الدوري العام بفارق 6 نقاط عن الوصيف اللي هو نادي فيوتشر. واسمحوا لي هنا لانه اصل انت يا خطيب ادارتك مش زي اداره حد. انت احنا ادارتنا، ناس تطلع تقول كده، احنا ادارتنا احسن من اداره الخطيب واحسن مش عارف ايه الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده. عموما احنا الكلام ده ما بيشغلناش، ولكن انا دايما لما باجي اكلم جمهور النادي الاهلي، لانه جمهور واعي، جمهور واعي وعارف ان احنا لما بنيجي نتكلم بنقول له 1+1=2، مش مجرد كلام في الهوا وخلاص، مش مجرد احاديث وامور اخرى مش عايز اتكلم فيها. لكن اطلع بره كره القدم واقول لكم ان الاهلي الاول اللي هو للناس يعني اللي البعض طبعا هم معروفين، هو 1 2 3 كده بيطلعوا يفضلوا يعملوا كده، هم دول اللي بيطلعوا يتكلموا في هذا الامر فقط. انا بقول لكم ان الاهلي الاول تقريبا في كل الالعاب. يا عم اسلام انت بتقول اي كلام؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني الاهلي الاول في كره القدم؟ اه الاهلي الاول في كره القدم اهو. انا مش هقول حاجه يا جماعه، انا دايما متعود مع جمهور النادي الاهلي ان انا اوريكم بالارقام. الاهلي الاول في الترتيب العام حتى الان، يعني قربنا من نهايه الدور الاول، عشان كده انا قلت اوري لحضراتكم نتائج دور كل الامور. طيب الاهلي في المركز الاول اهو 37 نقطه، ده في كره القدم. اما فيوتشر فهو في المركز ايه؟ الثاني، فارق 6 نقاط. بيراميدز النهارده كسب سموحه 2-1 واصبح في المركز الثالث، ثم المقاولون العرب في المركز الرابع، ثم نادي الزمالك في المركز الخامس ب 26 نقطه، والاتحاد السكندري في المركز السادس ب 25 نقطه، وغزل المحله في المركز السابع ب 25 نقطه. طيب ده في كره القدم صح؟ طيب الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده أن النادي الأهلي حتى الآن، حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، هو متصدر ترتيب الترتيب العام في كرة السلة رجال وفي كرة السلة سيدات. يبقى احنا في كرة القدم، في كرة السلة رجال، في كرة السلة سيدات. ده جدول ترتيب دوري السوبر بعد انتهاء الجولة الثامنة اللي هو سلة رجال. خلاص مش من عند اسلام ولا من النادي الاهلي، ولكن ده من الاتحاد، الحاجات دي بتطلع من الاتحاد. الاهلي في المركز الاول لعب 8، والاتحاد في المركز الثاني لعب 8، والزمالك في المركز الثالث لعب 8 برضو. الاهلي 16، الاتحاد 15، الزمالك 13 نقطه. اذا الاهلي الاول ومتصدر الترتيب العام في دوري السوبر رجال بعد انتهاء الجوله الثامنه. طب كرة السلة سيدات؟ يلا مش اسلام اللي بيقول، الجدول اللي بيقول ترتيب دوري السوبر سيدات بعد انتهاء الجولة السادسة اللي هي آخر جولة اتلعبت. الأهلي في المركز الأول 12 نقطة، سبورتنج في المركز الثاني 12 نقطة، الجزيرة في المركز الثالث 10 نقاط والبقية بعد كده. بنك الأهلي في المركز السابع والزمالك في المركز الثامن. إذن الأهلي متصدر رجال السلة وسيدات السلة. خلاص يبقى كده. طيب نروح للكرة الطايرة. طيب الكرة الطايرة رجال مش من عند إسلام برضو أهو، ده حضرتك الدوري الممتاز رجال الموسم الرياضي 21-22، ده كان بعد الأسبوع الثالث، ولكن احنا دلوقتي لعبنا 6 أسابيع على ما أتذكر. صح صح يا شباب ولا أو جولتين كمان على دول وكسبناهم الحمد لله. طيب إذا جدول ترتيب الممتاز ألف رجال الدور قبل النهائي بعد الجولة الثالثة. الأهلي في المركز الأول، الزمالك في المركز الثاني، سموحة في المركز الثالث، وبتروجيت في المركز الرابع، وهكذا الجيش، الاتحاد، الطيران، سبورتنج. دول ده دوري الكرة الطائرة رجال. طب وفي الكرة الطائرة سيدات؟
متصدرين مجموعتنا ومحتكرين كل البطولات على مر التاريخ بالمناسبة، مش دلوقتي بس. طيب المصنف الأول عالميا في الاسكواش هو مين؟ مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي. إذن أنت الأول تقريبا في كل البطولات باستثناء كرة اليد. أنا بتكلم أهو أهو وصريحة وبصارح. وخلي بال حضراتكم، إحنا بندعم وبنسعى للتطوير وبنجيب أفضل مدربين، ما ممشوش معانا بنمشي ونجيب غيرهم وهكذا. كابتن خالد العوضي مع الـ نائب رئيس النادي الأستاذ العمري فاروق، الأستاذ خالد مرتجي، وطبعا ومعاهم الكابتن خطيب، مجلس الإدارة بالكامل يعني موجودين ويعني مش عايز أقول لحضراتكم إيديهم في كل الملفات إزاي خلال هذه الفترة. وعمرك ما هتشوف حد يقول لك انا عملت ولا حطوا لي صوره في المدرجات ولا الكلام اللي حضراتكم. ما عندناش احنا الكلام ده، احنا يعني الناس دي بتشتغل ولا بتاخد حاجه ولا بتعمل حاجه، ولا جمهورنا بيقدرهم لما بيشوفهم وبيتصور معاهم واحد وبيقول لهم بشكركم على شغلكم. لما تيجي تسمع كلام كابتن خطيب ولا الاستاذ العمري فاروق ولا المهندس خالد مرتجي، ولا بيقول لك يا جماعه النادي اللي بيعمل، اسم النادي الاهلي هو اللي بيعملنا وهو اللي بيعمل لنا هذا الكلام. هي دي جينات النادي الاهلي، أو هي دي الجينات اللي بينتمي لأي حد بينتمي للنادي الأهلي، هدفه فقط المركز الأول في كل الألعاب، كرة قدم، سلة، طايرة، سكواش. أنا ما حبيتش إن أنا أجيب لحضراتكم بقية الألعاب عشان ما تشغلوش دماغكم أكتر من كده. لكن قطاعات الناشئين الحمد لله الأمور زي ما حضراتكم عارفين. كل الدوريات هو باستثناء الهاندبول، والهاندبول قريبا جدا إن شاء الله هتشوفوا إن إحنا عندنا فريق مستقبل رائع. أنا بحب الهاندبول جدا، فمتابع كل حركه بتتعمل. عندنا عندنا فريق مستقبل واعد جدا جدا، وهتقولوا برضو اسلام قال، بس يعني كله في وقته. طول ما النادي الاهلي بيلاقي اجواء صحيه للمنافسه وعداله تحكيميه في كل الالعاب، اي لعبه هتلاقيه دايما بينافس على المركز الاول. هو ده النادي الاهلي، وهي دي جينات النادي الاهلي. واللي حضراتكم شايفينه ده، أو الجداول اللي حضراتكم شايفينها دي، إن دلت فهي بتدل على أن هناك فكر بيتم تطبيقه من مجلس الإدارة الحالي، خده من مجلس الإدارة اللي قبله، خده من مجلس الإدارة اللي قبله من 1907 بقى، هرجع لك من 1907 وحتى الآن. هي في النهاية إيه؟ الجينات. وزي ما حضراتكم عارفين محدش فينا بيغلط في تاريخ تأسيس النادي الأهلي اللي هو 1907 يعني. محدش بيغلط في تاريخ تأسيس ناديه اللي هو بيحبه. لكن عموما هي دي الأمور اللي أنا كنت عايز بس أوريها لحضراتكم قد إيه الناس بتجتهد. عندنا مجلس إدارة بيجتهد في كل شيء. بالمناسبة هم لا ينتظروا شيء، هو ده دورهم بالمناسبة ومجهودهم. وهم من الصبح كل واحد عنده ملف بيروح يعمله، كابتن خطيب ملفه فين هنا بيروح يعمله، الاستاذ العمري بيشوف الملف بتاعه فين ويروح يعمله، خالد بيه مرتجي نفس الكلام، استاذ طارق قنديل، الدكتور محمد شوقي، كلهم. انا بس عشان ما انساش اسماء، كل واحد دائما بيكون ليه ملف ويشتغل عليه او دور وبيؤديه. يعني هتلاقي رئيس البعثه في النادي الاهلي مسافر، رئيس البعثة فقط بيسافر على النادي، على لازم يبقى على حساب النادي. لكن مثلا لقيت ايه؟ اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي كلهم هناك. اوعى حضرتك تفتكر او تفكر، انا ما يعني انا ما بقولش الجمهور الاهلي، انا بقول لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اتعلمه من الكلام اللي انا بقوله ده، مش اللي انا بقوله، اللي بيتعمل في النادي الاهلي من فترات طويلة جدا. رئيس البعثة، و اعتقد بيبقى معاه نائب رئيس، اعتقد مش متذكر، على حسب القرار اللي بيطلع من مجلس الاداره، رئيس بعثه ونائب رئيس بعثه، لو البعثه كبيره زي حاجه في كاس عالم كده. الباقي كله، ما انتوا هتلاقي اعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين كمشجعين، بيطلع من جيبه وعلى حسابه، ملوش دعوه النادي الاهلي، ملوش دعوه، انا عضو مجلس اداره في النادي الاهلي ولا يتدخل في اي شيء. خلي بال حضراتكم من الكلام. كابتن خطيب لو تفتكروا في الامارات ما كانش هو رئيس البعثه، كان دكتور محمد شوقي، هو الدكتور محمد شوقي اللي استلم الجائزه، اللي استلم الجائزه واستلم كل حاجه. كابتن خطيب كان موجود ولكن كان قاعد بيتفرج. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي بنتعلمه من النادي الاهلي. يعني شرف كبير طبعا انه
كابتن خطيب موجود، ولكن لانه اسطوره كره القدم وكذا، ولكن الانضباط الاداري في النادي الاهلي، عشان هو الحاجات دي بتتعمل ليه؟ علشان اللي بعدهم يتعلم. لان دستور الاهلي هو دستور ثابت، لانه في صدور وعقول كل المنتميين للنادي الاهلي بالمناسبه. يعني عمرك ما هتلاقي حد، لو سالت اي اهلاوي هتلاقيه حافظ كل الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن انا عارف ان في بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقعدوا يتفرجوا عليا كتير، لكن بقول لهم حاولوا تتعلموا والله العظيم بجد. مش عيب ان انت تتعلم، يعني هذه هي سنه الحياه، ان انت دايما تبقى باصص للي افضل منك ورقم واحد علشان تحاول تبقى زيه. انا هنا ما بخاطبش حد، انا بخاطب كل الناس. فزي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي ماشي في طريقه ولن ينظر لاحد، واحنا اللي هنفضل نداري ونعمل او نقف حوالين فريقنا كده ونشوف ايه اللي بيحصل ونبرزه. طيب، على ذكر ان احنا بنتكلم دائما على العداله التحكيميه، ايه اللي حصل النهارده في موضوع كلاتنبرج؟ وليه انا قلت لحضراتكم امبارح الكلام اللي انا قلته عن فيما يخص كلاتنبرج؟ وليه بقالي فتره بقول يا جماعه ما تطفشوش كلاتنبرج؟ هقول لكم، ولكن خلونا الاول نطلع نشوف تقرير عن كلاتنبرج والتحكيم المصري، لانه بالفعل التحكيم المصري يواجه المجهول، وهرجع من هذا التقرير اكشف لحضراتكم كل الكواليس الخاصه بهذا الموضوع. وبالمناسبه الكواليس اللي انا هقولها دي هي معلومات من مصادرها، سواء في اتحاد الكوره او كلاتنبرج. احنا كلمنا كلاتنبرج شخصيا وتواصلنا معاه، انا بقول لحضراتكم اهو، امبارح مش النهارده كمان، او امبارح والنهارده كمان. طب وصلنا لايه وقال لنا ايه، وايه الصح اللي قاله، وايه الحاجات اللي مش صح اللي قالها، كل ده هنسمعه. بس خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. انا مش عارف ابدا منين ولا منين في اللي بيحصل يعني الحقيقه، لكن خليني او في اللي حصل امبارح. من امبارح للنهارده شيء لا يمكن السكوت عنه في ملف التحكيم. خليني ابدا من الاخر. النهارده اتحاد كره القدم اعلن استقاله الانجليزي مارك كلاتنبرج من منصبه. انا الحقيقه النهارده كنت بفكر ان انا اجيب لحضراتكم الحلقات اللي انا كنت بتكلم، اللي هي الاسبوع اللي فات على الاقل، كنت بتكلم فيها على هذا الامر. قلت لحضراتكم قبل كده ان هناك محاولات لتطفيش كلاتنبرج، وفي محاولات لافشال التجربه لصالح ناس بعينها. امبارح تحديدا قلت ان في محاوله للاطاحه بكلاتنبرج وتعيين اسم تاني مش اوروبي، وبترشيح، انا عارف انا بقول لحضراتكم ايه، وبترشيح من الكابتن عصام عبد الفتاح، والاسم ده هو ايدي مايه، الحكم المشهور جدا من جزيرة سيشل اللي تمت إقالته من لجنة الحكام في الكاف السنة اللي فاتت. تمت إقالته ليه؟ بسبب سوء مستوى التحكيم الإفريقي وأزمات التحكيم، خصوصا في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا. يعني ده إيدي مايه اللي تمت إقالته بالاتحاد الإفريقي. كان هناك تفكير، او معرفش، حتى لغايه قبل ما اخش لحضراتكم، الاسم ده بيترمي جامد جدا من اتحاد كره القدم، لانه كابتن عصام اللي اختاره، كابتن عصام الخبير التحكيمي الكبير بتاعنا، كابتن عصام عبد الفتاح يعني. طيب، مجرد التفكير في الاختيار ده يخليك تشك في كل حاجه، في كل حاجه حواليك في موضوع التحكيم وملف التحكيم. لو تفتكروا حضراتكم من خلال هذا البرنامج، احنا دائما قلنا ايه؟ بندعم تجربة الخبير الأجنبي أيا ما كان اسمه، كلاتنبرج أيا ما كان اسمه أو غيره، لكن أجنبي يعني من أوروبا مش من جزيرة سيشيل يا جماعة. احنا بنقول خبير أجنبي، خبير أجنبي يعني حد له اسم كبير في عالم الرياضة في مصر أو في أوروبا وفي العالم كله، أو في التحكيم في العالم كله، وعلى كفاءة كبيرة، ويكون أحسن من كلاتنبرج نفسه. ولكن خليني أقول لحضراتكم
ان خطه تطفيش كلاتنبرج نجحت. كواليس اللي هقولها لكم دلوقتي هنا في البيت الكبير ده بناء على تواصل مباشر من احد مصادرنا مع كل اطراف المنظومه، مش طرف واحد، كل اطراف المنظومه. اتحاد كرة القدم النهاردة أصدر بيان طويل عريض كده للرد على كلاتنبرج في بعض التفاصيل اللي سربها لوسائل الإعلام. أولها وأهمها إن في تعديلات تمت على اختياراته لحكام الجولة اللي بتتلعب، اللي هي كانت بتتلعب النهاردة. وإن التغيير ده تم بدون علمه. على الرغم من إن هو باعت إيميل بتعيينات الجولة كاملة. يعني إيه؟ بص يعني عايز اقول لحضراتكم حاجه. اولا لا يمكن يعني الراجل ده لو عايز يثبت الكلام اللي هو بيقوله ده هيعمل ايه؟ هيبعت الايميل. هو واخد منه سكرين شوتس بالفعل يعني، والرسائل هو محتفظ بيها، وهو هيطلعها في الوقت المناسب يعني، لانه منتظر اللي هيحصل بكره، وهقول لكم دلوقتي في بقيه الكلام. ولكن فبيحصل ايه؟ الايميل ده بيبقى مكتوب فيه الميعاد وكل حاجه، واليوم والميعاد، ووصل الساعه كام، والسي سي اللي هو الناس كلها اللي موجوده فيه، او تو الناس كلها اللي موجوده فيه. فما فيهوش كذب، ما فيهوش يعني محدش يقدر يتكلم فيه. اتحاد كره القدم طلع النهارده قال احنا يعني ما عدلناش، وكله بعلم كلاتنبرج وهو اللي بيختار. لا، كلاتنبرج نفسه قال لمصدرنا انه لا، حصل تعديل، وقال لنا على المباراه كمان، بس انا مش هتكلم على المباراه دلوقتي، وباسماء الحكام، ومش عايز اقول لكم ان هو بعت، لكن كله في وقته. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها كلاتنبرج واشتكى من تطاول احد القنوات الفضائيه عليه، واتهامه باتهامات مشينه تسببت في ازمات عائليه بالنسبه له. وهو زي ما بيقول كده، هو اللي قال هذا اللفظ، يعني بوظت سمعتي. يعني طبعا يعني على قناة النادي الأهلي مش هينفع، وما أعتقدش أن على أي قناة تانية من الممكن أن يكون هذا الكلام يقال أو يتم تداول مثل هذا الكلام. ولكن قال لهم هاتوا لي حق الرجل. اتحاد الكرة بقى في البيان النهاردة بيقول إيه؟ دي انتقادات إعلام وانت ماشي في مصر انت والمدربين الاجانب بكل حريه وامان. هو الراجل كان بيقول لكم هاتوا لي بودي جارد؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ الراجل بيقول لكم انا اتشتمت. واتشتمت بكلام يعاقب عليه قانونا. وعايز حقي، وانتوا اتحاد كره القدم اللي المفروض عندكم لجنه الانضباط. فاتحاد كره كلاتنبرج بيقول حاجه، واتحاد كرة القدم بيرد في حتة تانية خالص، بيقول له حاضر انت ماشي في امان في مصر. طبعا ماشي في امان في مصر طبعا. هو قصد ايه باللي هو بيقوله اتحاد كرة القدم؟ انا معرفش مين اللي كتب البيان ده، يعني انا اتوقع يكون مين معروف مين، لكن اللي كتبه يعني بصراحة كتب كلام غريب جدا. يعني راجل بيقول لك احميني من اللي بيحصل من الشتيمه والتجاوز وكذا، والحق وفي حق عرضي وفي سمعتي وفي اخلاقي وفي عيلتي وفي كذا. تقول له انت ماشي في مصر بامان؟ ما طبعا ماشي في مصر بامان يا عم، ما فيش يعني، ما حاجات غريبه جدا. طيب الموضوع الثالث، في خلافات ماليه بين اتحاد كره القدم وكلاتنبرج بسبب شهر الاجازه اللي بدون مرتب، وانه واخد شهرين مقدم وقت التعاقد، يتخصموا منه يعني على مدار الشهور، ولو عايز يمشي يبقى مديون لاتحاد كرة القدم. ده خلاف مالي. وبالمناسبة هذه هي نقطة الخلاف الأساسية دلوقتي. لو افتكروا كيروش، افتكروا كيروش. وده يخليني أصدق الكلام اللي بيتقال. النقطة الرابعة والأهم، كلاتنبرج هيمشي؟ تمام يمشي. عايزينه يمشي أو مش عايزينه يمشي؟ أنتوا مشيتوه؟ اوكي. طيب الخبير الاجنبي اللي هيجي مكان كلاتنبرج هو مين؟ محدش يقول لي كابتن عصام عبد الفتاح، محدش يقول لي فلان الفلاني، محدش يقول لي علان العلاني، محدش يقول لي
اصله احنا هنكمل كده لغايه لما نشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا يا كابتن، بعد اذنك يا استاذ جمال، احنا عايزين نكمل التجربه بكلاتنبرج باي اسم اخر اجنبي او اوروبي ويكون له اسمه وتاريخه يستطيع حكام مصر ان يستفيدوا منه لو سمحت. هتقولنا حد باسم تقيل، اسم قوي. حسب مصادر يعني في اتحاد كره القدم مطروح اسمين، اولهم ايدي مايه وترمى من بدري يعني. فلما لقوا هجوم شديد جدا على ايدي مايه سربوا وقالوا ايه؟ مش هنجيبه. لكن انا بقول لحضراتكم هو فعلا تم طرح اسمه. وفي رايي هو اختيار غير مقبول، خصوصا ان تمت اقالته مؤخرا يعني من سنه تقريبا او يمكن اقل من سنه من في اخر تعديل في لجنه الحكام، مش متذكر من وقت قد ايه، ولكن في اخر تعديل لجنه الحكام اقالته، مش مثلا ودوه، لا اقالته. فلازم خبير الاجنبي اللي هيجي يكون عنده خبرات ومستوى عالي في الكره والتحكيم. اللي عاوز اقوله هي دي الرساله الاهم. كلاتنبرج كشف تفاصيل كتيره جدا تؤكد ان المشكله كبيره، وتؤكد ايضا ان اتحاد كره القدم ما عندوش القدره على حمايه الكوادر اللي شغاله فيه. يعني راجل اتشتم وتم الخوض في عرضه والكلام وصل له واترجم وراح اشتكى لاتحاد كره القدم، قالوا له بقى روح ارفع قضيه. انا شخصيا مش هزهق، انا مع تجربه الخبير الاجنبي، لانه الخبير الاجنبي بيجي مش شايف احمر ولا ابيض ولا اصفر ولا اخضر ولا اي حاجه. الخبير الاجنبي اللي جاي عايز يطور التحكيم وعايز يضع العداله التحكيميه لل 18 نادي. لل 18 نادي. انا شخصيا مع النزاهه ومع العداله التحكيميه ومع ان كل نادي ياخد حقه. عايزين المنافسه تكون شريفه. عايزين تحكيم نزيه. الاخطاء مقبوله، لكن الاحتواء مش مقبول. الاحتواء مش مقبول. روح البروتوكول مش مقبوله، محدش هيسكت على هذا الكلام مره اخرى. بكره ان شاء الله في اجتماع طارئ الساعه 12 الظهر لبحث الامر بتاع استقاله مارك كلاتنبرج. اوكي، لو قبلتوا الاستقاله اكيد هيتفقوا مع الراجل، لان لو الراجل ده ما اتفقوش معاه انا متاكد ان هو هيعمل مؤتمر صحفي في انجلترا. خلي بال حضراتكم، هيعمل مؤتمر صحفي في انجلترا وهيقول كل حاجه، وبالمناسبه كل الدلائل معاه ومسجل كل حاجه. فلجنه الحكام الحاليه بقياده الكابتن محمد فاروق اللي هو كان النائب ليه هتستمر لحين التعاقد مع خبير اجنبي لرئاسه لجنه الحكام. واتمنى ان الفتره دي ما تطولش، لو سمحتم من فضلكم الفتره دي ما تطولش، واتمنى ان الصوت العالي ما يخوفش حد في اتحاد الكوره. احنا مش عاوزين رئيس لجنه حكام يخاف من واحد يطلع عليه التليفون ويزعق له، يخاف ويديله الحكم اللي هو عايزه في اي مباراه، حتى لو احنا النادي الاهلي بيعمل كده، بس النادي الاهلي عمره ما بيعمل كده. اتمنى من اتحاد كره القدم ان هو يقوم بدوره ويوفر الحمايه لاي خبير اجنبي هيشتغل في هذا الملف. لانه عايز افكركم بحاجه قبل التعاقد مع مارك كلاتنبرج، قلنا لكم في هذا البرنامج انه متعاقد مع رابطه الانديه اليونانيه، واتحاد كره القدم طلع نفى كلامنا ويقول انه هيشتغل معاهم عن طريق الزوم وانه هيقيم بشكل كامل في مصر. وطبعا وللاسف ان العكس هو اللي صحيح، انه بيشتغل معانا احنا اللي بزوم. فيا ريت وحضراتكم بتتعاقدوا مع خبير اجنبي للجنه الحكام المره اللي جايه يكون خبير متفرغ، مش متعاقد مع قنوات فضائية، مش متعاقد مع اتحادات أو روابط أندية برا مصر، وبيشتغل في 3-4 أماكن في نفس الوقت. وبالمناسبة ده كان أيضا النقد الرئيسي ليا على كلاتنبرج قبل ما يجي. أنا قلت مع الخبير الأجنبي، والحلقات فيديو موجودة،
انا قلت ان انا بتحفظ على كلاتنبرج لانه بيشتغل في ثلاث اماكن، في رابطه الانديه وفي رابطه الانديه اليونانيه وفي التلفزيون في فوكس سبورت على ما اتذكر، وبيشتغل هنا في اتحاد الكوره. وبعدين بعد ما اتحاد كره القدم ساعتها في البيان الاول قال لك ان هو هيبقى قاعد معانا هنا، دلوقتي بيقول ان احنا ما كناش متفقين على ان هو يقعد معانا هنا. كلام عكس بعضه وكلام غريب جدا وبيان غريب جدا. انا يهمني في نهايه هذا الامر انه مليون في الميه غدا سيتم قبول استقاله كلاتنبرج بكره، مليون في الميه. ولكن انا بقول لحضراتكم اذا لم يتوصل اتحاد كره القدم او من ينوب عنه مع كلاتنبرج وتوصل الى تسويه ماليه تدي للراجل حقوقه، الراجل ده هيطلع يقول الكلام بالمستندات، هيطلع يقول الكلام اللي هو معرفش بقى هو هيقول ايه تاني غير اللي قاله لكل الميديا النهارده. قاله كل الميديا بتتكلم في هذا الامر النهارده. فخلينا ننتظر ايه اللي هيحصل بكره. ولكن انا اللي يهمني في الامر ده كله بعد ما حتى كلاتنبرج، شكرا يا عم كلاتنبرج، ولكن خبير اجنبي من دوله اوروبيه غير مرتبط بتحليل في قنوات، ولا غير مرتبط مع روابط انديه، ولا يكون مرتبط مع اتحادات، ويكون اسمه وكفاءه. انتوا بتدوا فلوس كتير يعني، بسم الله ما شاء الله، انت مش عارف 30 ولا 40 الف دولار، فهتلاقي مليون واحد يجي لك. اتمنى ان اتحاد كره القدم يضع هذا الامر او يضع كل هذه الامور في دماغه خلال الفتره القادمه. علاقتي بالنادي الاهلي علاقه ممتده، احنا بنعتبر النادي الاهلي بيتنا، يعني اغلب الرياضيين اللي هم جايين من القرن الماضي يعني احنا هنا من انا بقول لك من سنه 76، فيعني وقت طويل. المكان ده بالنسبه لنا مكان مفضل، مش بس يعني مكان بنمارس فيه رياضتنا، مكان فيه تلاق اجتماعي، مكان حققنا فيه بطولاتنا كلعيبه، بعد ما خلصنا لعب برضو انتمينا اليه بشكل او باخر في علاقاتنا الرياضيه. ده احنا هنحقق للنادي الاهلي بطولات على مستوى كره السله في مصر، لان لعبه كره السله هي لعبه غير بقيه الالعاب، المنافسه فيها قويه جدا ما بين انديه مصر. يعني كان سابقا بيبقى نادي الاتحاد ونادي الجزيره ونادي الزمالك ليهم الافضليه، انما النهارده الحمد لله النادي الاهلي يعني بدءا من تاريخنا احنا لغايه ما وقتنا الحالي قدرنا ان احنا نبقى موجودين في العاب الصالات بقوه، وقدرنا ان احنا نحقق بطولات كثيره جدا. يعني على الصعيد القومي انا كابتن منتخب مصر كره سله، انا لاعب دوره العاب اولمبيه لمصر، ولاعب كاسين عالم لمصر، ولاعب خمس بطولات افريقيا لمصر، ولاعب ثلاث دورات العاب افريقيا لمصر، ولاعب كل حاجه بتتلعب في كره السله كمنتخبات قوميه. يعني اهم واصعب بطوله كانت هي اولها، اول دوري عام دخل النادي الاهلي في تاريخه، وده كان سنه 87. ده كان دوري قوي جدا، يعني الحمد لله انا كان ليا برده كان في يعني اداء متميز في الدوري ده، حتى منه علامه انا حتى كان حاجبي يعني كان تحت عيني اتفتح وكملت المباراه دي. كنا بنلعب نادي الاتحاد السكندري في نادي الزمالك، وقدرت ان انا كنت يعني نفوز بالمباراه دي، وكان ليا باع جامد جدا في الجيم ده. فده كانت من الجيمات اللي كانت بالنسبه لي سابت اثر كويس جدا، لان دي كانت اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي، كانت مع كابتن طلعت جنيدي الله يرحمه. ومن بعدها بدا بقى تسلسل البطولات، وبدا النادي الاهلي يخش في الترتيب بتاع الانديه الحائزه على بطولات في كره السله في مصر. طبعا الحمد لله زملت في وقتي انا كنت يعني يمكن وانا طالع كنت صغير شويه في سني، بس كنت متفوق شويه، فلعبت مع الجيل اللي قبل مني، لعبت مع كابتن مدحت ورده، لعبت مع كابتن سلعاوي، طبعا الكابتن نبيل بخيت، الكابتن خالد بخيت اللي هنا في النادي، على صعيد الفريق القومي عمرو ابو الخير، هشام شعبان، كثير من الزملاء الافاضل. طبعا تزاملنا طول سنين رحله الباسكتبول، لغايه النهارده احنا علاقتنا دايمه ومستديمه وكلها فيها محبه.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن او خالد عبد الفتاح افضل لاعب في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، يستحق الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم. خالد متعدد الاماكن، يعني بيلعب باك يمين ماشي، باك شمال ماشي، سيرد باك ماشي، ستوبر يعني. فنتمنى له ان شاء الله دوام التوفيق مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فاركو يقبل استقاله ايهاب جلال. بصراحه يهمني جدا ان كابتن ايهاب جلال ان هو يريح شويه ويستريح شويه، لان احنا في مصر الحقيقه عندنا مدربين اكفاء كتير جدا منهم الكابتن ايهاب جلال، لازم يستريح شويه ويغير فكره بقى خلال الفتره اللي جايه، لانه مدرب محترم ويستحق كل الاحترام. اتمنى ان هو ينتظر بقى لنهايه الموسم ده وبدايه الموسم الجاي الجديد، ان شاء الله يجي له نادي واثنين وثلاثه ويشوف هيعمل ايه. ميكالي والحضري يستقران على اربع حراس مرمى لوديه الجابون، ومنتخب الشباب يخوض المران الثاني بمعسكر اسماعيليه استعدادا لبطوله افريقيا، وسيدات يد الاهلي يفوز على البنك الاهلي ببطوله منطقه القاهره. ومنتخب اليد في تحد صعب امام اصحاب الارض في بطوله العالم بكره ان شاء الله، مباراه مهمه جدا جدا مع ابطال العالم السويد. احنا اخر بطوله اولمبيه كسبنا السويد على ما اتذكر 27-22 او حاجه كده، لكن قدرنا نكسب السويد. لكن هذه المباراه بتلعب في كاس العالم وبتلعب في السويد على في بطوله العالم انا اسف، وبتلعب في ارض السويد، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا جدا. ولكن كلنا امل، عندنا مجموعه رائعه من اللاعبين اللي يستحقوا الحقيقه ان احنا نقف معاهم بكره، مصر كلها في ظهرهم بكره ان شاء الله في هذه المباراه. عموما دي كانت اخبارنا، خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن فتحي نصير في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن؟ شرف ومنور. الله يخليك، نورك. يعني كل اسبوع كده يعني كتير علينا كده يا كابتن كده، يعني تبقى كل اسبوع معانا كده ده، يعني عشان بنكسب بس كل اسبوع، ده شرف لينا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله تمام. مبسوط؟ الحمد لله. مبسوط من مباراه الزمالك، ومبسوط ان النهارده عدى. انت لسه حضرتك كنت بتقول لي ان الماتش ده كان هيبقى صعب جدا. لا، هي دايما بعد الماتشات الكبيره تخاف من اي ماتش. ايوه، يعني ليه؟ لان انت بتكون كل الدوافع وكل الاعداد النفسي. صحيح. وكل كده والطموح وحاجه كبيره، عاوز تطلع الهرم، واول ما بتبقى في القمه باداء ونتيجه تخاف بعد كده عمليه الاسترخاء لبعض اللعيبه، رغم ان هو برضه كولر غير، يعني غير مجموعه لعيبه، فعشان ايه؟ هو فيها ذكاء. فيها ذكاء في ايه؟ ان هو بيجدد الدوافع. اللعيبه الجداد اللي نزلوا كل واحد فيهم او اللي كان مصاب او اللي كان بعيد جاي عنده دوافع ثانيه، ما حسش بدوافع مباراه الزمالك، وبالتالي الدوافع الجديده اللي هي عنده يعني جدد دوافع الفرقه، ما خلاش الفرقه هي اللي لعب بيها مباراه الزمالك على اساس دولت الاعداد. بس دي مش مخاطره يا كابتن قبل بس ما طبعا مخاطره، يعني ان هو برضو ايه؟ ان انا رايح واحد بقيمه علي معلول، ان انا رايح بقيه اللاعبين اللي ما لعبوش في علي معلول هو الباكين، يعني الظهري وهاني. صحيح. وهاني يعني ادي اثنين برضو من الاثنين الاساسيين، وبعدين رايح واحد زي كهربا اللي هو دايما بيفتح له السكه فيها. صحيح. وقفشه والسولية وكذا، ودول قاعدين احتياطي. ولكن انا بتكلم على اللي بره الفرقه خالص، يعني هل هي مش مخاطره من وجهه نظرك؟ طبعا هي مخاطره، بس هو حاسبها. هو حاسب ان يعني عارف ايه، بس احنا بقى كمتابعين هو يمكن ما مرش بدي. البنك الاهلي دايما مع النادي الاهلي نتائجه مش اللي هي مظبوطه، نحن كسبناهم ماتش قبل كده مباراه واحده 1-0. صحيح. وتعادلات بعد كده، يعني حاجه فرقه كده بتمشي، يعني زمان كان يقول لك في السبعينات والستينات يقول لك ترام مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسب كل فرق الا ترام اسكندريه، هو ده اللي يقف صد. دلوقتي جايين البنك الاهلي، فالحمد لله واحد ولا نص ولا ربع، المهم ثلاث نقاط. المهم هم دول الثلاث نقاط اللي هم بالنسبة لحضرتك هي نهاية الفترة السابقة بالكامل. بالزبط. ونجاح جاي، يعني نجاح بنعتبره نجاح أكثر من يعني أو ممتاز، مش هنقول يعني إن هو رائع، لأنه إحنا تعادلنا ثلاث ماتشات أو أربع ماتشات. طبعا لا، فهو التعادل، وبعدين أنت كمان رايح على كأس عالم.
صحيح. رايح كاس عالم لازم تروح بالمعنويات، لازم تروح بلاعيبه سلام. ما هو برضه هو بيفكر في دي، هو رايح كاس عالم وكاس عالم عايز يكسب اول ماتش، فاول مباراه عشان يكسبها يبقى لازم كل اللعيبه عنده سلام. فهو كان في صراع ما بين استكمال مسيره المباريات اللي وافز فيها، بالاضافه الى ان هو يحضر الفرقه لكاس العالم. لان كاس العالم مباراه مش سهله هناك، ومباراه تعتبر زي ايه، كاس عالم هي المباراه الاولى، مهمه جدا لانك هتوصلك لمرحله لمركز. نعم. فمش موضوع نقطه او اثنين او ثلاثه او فرقه صغيره او فرقه كبيره، اهم حاجه المباراه الاولى هتساعدك انك بتلعب بعد كده المباراه الثانيه على مركز ثالث رابع اول ثاني في الاماكن دي كلها. طيب خلينا برضو نروح يا كابتن للمشكله او للشكل العام للنادي الاهلي، انه بسم الله ما شاء الله يعني انت دلوقتي اصبحت بتحرز اهداف على عكس مثلا بدايه الموسم. بدايه الموسم كان عندنا مشاكل في جات فتره كده عدم احراز الاهداف. فهل ده يخلي النادي الاهلي، هل كهربا هو اللي حل الامر ده؟ كيفيه حل الامر ده برضو مع محمد شريف الحقيقه لما شفناه. فاضل شادي ان شاء الله، شادي حسين يخش مع المجموعه خلال الفتره القادمه. شوف ازاي يا كابتن، حضرتك يعني علمت اجيال كتير جدا هذه الامور. فقول لنا برضو ازاي نقدر نتكلم مع مجموعه المهاجمين اللي موجودين في النادي. مجموعه المهاجمين، انت عشان يعني تسجيل اهداف، هي كره القدم ما هي الايه، اهداف. انك تسجل هدف. واصبحت طرق اللعب اللي هي موجوده عندنا دلوقتي يا كابتن اسلام اللي منتشره، التكتل الدفاعي امام فرقه النادي الاهلي او فرقه نادي الزمالك او فرقه بيراميدز، الفرق او فيوتشر. نعم. كل بيت انا ليه قلت الاربع فرق دلوقتي؟ لان الاربعه هم الاربعه اللي فوق، فاذا دولت كل الفرق بتتكتل قدامهم. والمقاولي بتتكتل قدامهم. ليه بتتكتل قدامهم؟ بتتكتل قدامهم عشان ما عارفه ان هم اقوى وما يخسروش. صحيح. طيب يقلل دي من ايه؟ انت مالكش حل غير التسديد ثم التسديد ثم التسديد، زائد الاختراق ثم الاختراق ثم الاختراق. حلو. زائد الكره العرضيه والضربات الثابته والكلام دي. نعم. كلها. فاحنا اصبحنا دلوقتي بنجيد في يعني زياده نسبه التهديد زادت عند اللعيبه، وبالتالي دلوقتي اي مهاجم عايز يجيب جول او عايز يروح له الجول او عايز يسجل هدف ملوش غير التسديد او الاختراق في التكتل الدفاعي اللي عندنا ده. نعم. وبالتالي يعني الحمد لله لو نشوف كل الاساليب اللي كمان بنلعبها، زائد الكراسات عابره القارات اللي هي بتيجي في اماكن متميزه، وعندك لعيبه مهاراتهم عاليه قوي. نعم. سواء في الاستقبال او في التمرير او في التسديد. فكده النسبه زادت بتاعت نسبه الاهداف، لكن برضو لم تصل للتوب. اوكي. لسه الاهلي عنده كتير من نسبه تسجيل الاهداف في الثلث الاخير الهجومي، مفروض هيزيدوا بمرور الوقت ان شاء الله. هو قفل الحته اللي ورا، قلت شويه الخطوره علينا، كان زمان بيبقى في خطوره، فالخطوره دي بتهز الفرقه. صحيح. فلكن دلوقتي لما اتظبطت شويه الامور دي مع قياده الشناوي وراه، اصبحت العمليه الدور الثاني ان انت تسجل اهداف. ارتفاع فارق النقاط ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ل 11 نقطه، هل ده شايف الموضوع ده ازاي؟ ايجابي ام سلبي؟ لا هو يعني ده جاي نتيجه مباريات. صحيح. للاهلي وللزمالك. مظبوط. لكن تقول لي الدوري انتهى، اقول لا ما انتهاش. الدوري لم ينتهي، الدوري في الملعب. اصل 11 نقطه يعني اربع مباريات. يعني اربع مباريات تساوي ال 11 نقطه، فمحدش عارف دلوقتي، ومحدش يقيس، محدش يقيم الا اذا كان 11 نقطه في اخر اربع مباريات في الدوري. صحيح. الدوري لسه فيه مباريات كتيره. احنا في الاسبوع 15. مش عاوزين نحكم على ان الدوري، لازال المشوار موجود طالما النقط موجوده في الملعب لجميع الفرق المشاركه 18. طيب برضو يا كابتن، يعني في مثل هذه المباريات، هل هي استعداد جيد لمباريات كاس العالم؟ طبعا. هو استعداد جيد للمدرب في ايه؟ انه جرب بعض اللعيبه الجداد اللي جوله، وجربهم في اكتر من مركز. يعني اما يجرب
واحد سيرت باك في ماتش كبير زي ماتش اهلي وزمالك، وثم يجربوا مره تانية يطلعوا باك، يبقى بيحس كده باللعيبه اللي عنده اللي هو يتلاعب بيهم. لان الفرق الكبيره يا كابتن اسلام، ان لما تقيس ال 11 لاعب فيهم كام لاعب بيلعب في مركزين او ثلاثه، دول بيفرقوا من ضمن ال 11، من ضمن ال 10 سيب حارس المرمى، بيفرقوا مع المدربين جدا. طبعا طبعا، دي انت بتغير تغييرات خططيه داخل الملعب بدون ما تجيب واحد من بره عشان يضره. صحيح. اصبح دلوقتي انت عندك كم واحد بيلعب باك يمين بيقدر، كم واحد بيلعب باك شمال، كم واحد بيلعب في وسط الملعب، كم واحد بيلعب في راس حربه، كم واحد بيلعب وينج. طالما اللعيبه اتكررت الادوار بتاعتهم، يبقى كانك انت مش بتلعب ب10، انت بتلعب ب13 او 14 واحد. صحيح. اللي هم زياده. دي الفرق الكبيره، الفرق الكبيره لابد ان يكون هناك لاعبين يقوموا باكثر من دور في جميع مراكز الملعب. استمرار محمد شريف في التهديف للمباراه الثانيه على التوالي، دي لان عنده الدوافع واستغل الدوافع. العامل النفسي اللي هو كولر استعمله ايه؟ ايه هو العامل النفسي؟ العامل النفسي ان انا ابدا احضر اللعيب واجيب له المكاسب اللي هو كسبها قبل كده، سواء مع الفرقه او لوحده. هو في حاجات فرديه، ان اتفرج على ماتشاتي وانتصاراتي قبل كده، والاهداف اللي انا سجلتها قبل كده، والاهداف اللي كسبتني مباريات، والاهداف اللي كسبتني بطولات، مش مباريات بس، المباراه هتكسبني بطوله بعد كده. كل ده هو استعمله كجانب نفسي وان اتفرج فيه، فبيستدعي الطاقه المكنونه جوه اللعيب، ان انت لازلت بقوتك، انت اللي بتسجل اهداف، انت اللي عملت دي، انت اللي عملت دي، ترجع تاني يستبرد الثقه بتاعته لنفسه. شفت اداء بقى البنك الاهلي النهارده ازاي؟ لا يعني اداء البنك الاهلي، البنك الاهلي هو البنك الاهلي يعني، من غير ودايع يعني، من غير لا ده عنده اكبر وديعه دلوقتي. يعني البنك الاهلي هو البنك الاهلي، لكن احنا شفنا طريقه لعبه او اداؤه هي اللي احنا تمرسنا معاها في الفتره الاخيره، في خلال من يوم ما صعد من الدرجه الثانيه وبقى في الدرجه الاولى، هو نعم الفرقه طبعه وباينه. وكل فرقه يا كابتن اسلام بيبقى لها طابع وستايل في الملعب، مع تغيير المدربين، مع تغيير اللاعبين جوه الملعب، لكن الشكل العام للفرقه هو العكس يا كابتن. مش المفروض ان المدرب هو اللي بيجي بيحط البصمه بتاعته على الفريق؟ ما هو هيجي يحط البصمه، ما بيحطهاش قوي، لان اللعيبه دي مش هو اللي جابها. اوكي. يعني هو جاي، حضرتك تقصد من اول السنه يعني؟ يعني حتى لو جه من اول السنه ما عندوش وقت يعني يحضر الحاجات دي. أوكي. هتتغير بس بنسبه، لكن الشكل العام، طريقه لعبه وطريقه اداءه وطريقه كده، كله زي بقيه الفرق. الحقيقه هو ماتش، يعني انا مش عارف اوصفه ازاي الماتش ده يا كابتن. يعني هل هو ماتش يعني البنك الاهلي كان قافل كويس واحنا اعتمدنا على ان احنا نلعب الكوره كتير؟ لا، هي طبيعته، طبيعه النادي البنك الاهلي، هو ده اسلوب لعبه من مثلا 3 سنين فاتوا، هم أوكي. الشكل ده مع تغيير، يعني قبل كده ما كانش في ابو جبل. صحيح. ابو جبل لسه جاي. لكن ده اداهم اضافه، ابو جبل اداهم اضافه لدورهم الدفاعي، لان ابو جبل لما جه، ابو جبل ده حارس مرمى، فيعني ما اداهمش اضافه هجوميه، واداهم اضافه ان هم التكتل بتاعهم والدور الدفاعي يقدر يبقى متين ان هو فيه. لكن المباراه زي ما بقول لك كان كله مضغوط، زي ما انت كنت مضغوط، زي انا ما كنت مضغوط، زي ما كل محبي النادي الاهلي كانوا مضغوطين قبل المباراه واثناء المباراه. حتى الحكم لما انهى المباراه ما كانش يعني ادي الجول اللي هو محمد شريف، المتابعه كثره اللعيبه اللي هو في الملعب، في كثافه من اللعيبه المهاجمين. نعم. فدي بتخلي اللعيبه يعني يبقى عندهم اكتر من فرصه ان هو يبقى جوه الملعب في بادائه، بهجومه، بتسجيل اهدافه. لكن الخوف بعد تسجيل هدف، الخوف اللي بيدور جوه اللعيبه في انهم في مثل هذه المواقف، تلاقي زي ما نقول ايه في اخر الماتش جول، يجي غلطه او بالزبط. خطا او ضربه جزاء او حاجات ما تبقاش محسوبه، لكن شوف كم واحد، حتى لو شريف
كان بعت منه في اللي بعديه يعني بص كم واحد في نفس المنطقه. حضرتك بتنظر لكم واحد في موجودين من النادي الاهلي يعني ده بيدل على طبعا شريف هتلاقي ده هتلاقي ده صحيح. فالكثافه الهجوميه دي ومروان خدها كويس جدا الحقيقه. ومروان طيب. من الناس الجداد صحيح. اللي عنده الجراه هو ده اللي منع التسديد ما خافش هي ما دخلتش خلاص لكن لقت نفسها ولقت شريف يعني ان هو يقدر يحطها وينهيها. طيب بشكل عام هل تعتقد ان كولر وصل لاهدافه الفنيه ووصل لانسجام لعيبه النادي الاهلي لما يريده كرؤيه فنيه خلال الفتره لا. القادمه واللي كان هو دايما بيسعى لتطبيقها؟ لا لسه ولا لسه 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 ما وصلتش. اشمعنى يا كابتن معلش؟ لسه ليه؟ لان لعيبته اللي هم الاساسيين كانوا بيقعوا دايما في اصابات هو لم يكتمل. هيكتمل امتى في الكلام ده؟ هو كشكل عام بدا الناس تحس بيه وبدات اللعيبه تشعر بيه لكن هو عايز الفرقه كفرقه عايز 11 12 لعيب ينفذوا الكلام ده في 3 4 مباريات هتشوف الفريق قوي. لكن هو مش عارف يعني احنا لو قلنا مباراه النهارده مين اللعيبه اللي لعبوا، مباراه الزمالك مين اللعيبه اللي لعبوا، قبل الزمالك مين اللعيبه اللي لعبوا، مش هتلاقي عامل مشترك في الثلاث مباريات الثوابت اللي هم في الفرقه. العدد اللي قلنا كل ما كان قل العدد كل ما هيبقى التركيز برضو أكثر. يا كابتن عدد اللاعبين الكتير اللي لعبوا هل هو ايجابي ولا سلبي؟ ما هو الناس انا عارف وجهه نظري لكن انا برضو عايز حضرتك تقول وجهه نظرك لكل جمهور. ما هو لكل جمهور ما هو مضطر ومش مزاجه. لا في بعض الاوقات زي النهارده لا ما هو زي النهارده برضو مش بمزاجه لانه بيحضر لي كاس العالم بيحضر بيريح لعيبته. نعم لسه بدري على ماتشات كاس العالم لا يعني. بدري فين احنا النهارده واول ماتش يوم واحد النهارده مزلوط. يوم 22 يعني قدامك 10 ايام يخاف النهارده 24 انا اسف طيب يعني قدامك اسبوع طيب يعني عدد قليل برضو الايام في زمن الاصابات والزمن الحاجات المتكرره دي كل ده بتشكل الخطوره. بتستوي ده جاي من امتى؟ بقاله قد ايه ما لعبش؟ بقاله 40 يوم. فطبعا يعني اي اصابه يعني ما فيش كاس عالم. فطبعا ده الخوف من العناصر الاساسيه لفرقته. صح. فهو هو في صراع المباراه والدوري صراع كاس العالم وعامل مركز ففي صراعين. فهل ازاي ان انا اجرب؟ وبعدين حاجه ثانيه عايز اجرب اللعيبه الجداد. طب انا هجربهم امتى اللعيبه الجداد دول؟ يعني اللعيبه اللي جم ازاي يجرب وخصوصا الحتت اللي عنده اللي هي كانت ناقصه. يعني هو كان عنده محمد هاني وعنده علي معلول بس ادي الباكين. صح. ما عندوش البدائل. فجرب النهارده البدائل عشان يبقى عارفه ايه اللي ممكن يعمله. مش هيروح يعملها في كاس العالم. صحيح. فهو عملها النهارده. فده اللي هي الصراع او التجربه اللي هي محسوبه له لكن تجربه فيها خطوره طبعا لكن الحمد لله ربنا وفقه. طيب كابتن فتحي رايك ايه بقى في مستوى الدوري بشكل عام؟ وعايز برضو اسال حضرتك بس بعد ما تجاوب لي برضو على هذا السؤال لان السؤال اللي جاي ده برضو يعني تقريبا نص مدربين الدوري طاروا من الفرق بتاعتهم. لكن خلينا الاول نسمع اسمع رايك في الدوري بشكل عام. الدوري بشكل عام دوري متقلب. دوري متقلب؟ متقلب. اوكي. دوري ما هواش ثابت ما فيش استقرار. دوري زي ما تقول ملوش معالم كبيره للفرق انك تقول الفرقه دي فعلا بدات بالمدرب ده وصلت في المرحله دي لكام نقطه في الدور بعد 14 مباراه هتروح فين بعد 15 هتروح فين كله في علم الغيب المدربين. صحيح. يعني انت شفت النهارده مدربين يقع مثلا ايهاب جلال مش بدون مقدمات ايهاب جلال وتقريبا كابتن طارق العشري وطارق العشري ايهاب جلال وكابتن استقال لكن وايضا فريرا الزمالك طب ثلاثة يعني ثلاثة في كام مباراة في كام اسبوع في 15 اسبوع وانت 34 اسبوع يعني تقريبا نقول يعني اقل من نص الدوري دورة المجموعة. طموحات الفرق عالي قوي مش قد امكانياتها عشان كده لما بيحصل اي هفوة لاي مدرب بيقول لا متشكرين لان هم طموحاتهم اعلى والمدرب جايب امكانيات الفرقة اللي قدامه. صحيح. البضاعة اللي قدامه كده
الاحتراف اللي عندنا برضو يا كابتن اسلام اثر على مستوى كره القدم عموما. الاحتراف المغالفي وارتفاع الاسعار سواء في اللعيبه في التبادلات في كده اغلى من انا مش ضد اللعيبه ولا ضد الاحتراف ولا ضد اللاعب كويس ياخد فلوس بس ما تكونش بالنسبه دي. النسبه دي هي اللي عملت الرواج. فالناس لما بتشتري لعيبه غاليه جدا متوقعه ان اللعيبه الغاليه دي هتكسب كل الفرق اللي قدامهم عشان اشتريته بفلوس غاليه. لا ده مش حقيقي طبعا مش حقيقي. هي الفلوس اللي ادت قيمه للاعب لكن لما فنيا هو مش كده. فانت هم بيقيسوها. اما بيجي نادي من الانديه فمع احترام مش هتكلم على اي انديه لكن كل المدربين اللي بيتغيروا دول بيتغيروا ليه؟ عشان نتائج. يعني هو بيكسب خلاص. طب هم عشان نتائج مالهم بيخسروا؟ طب ما يخسر ما هو ده الطبيعي انه يخسر. يعني مش الطبيعي يعني انا ما يعني مش دفاعا عن اللاعبين عن المدربين. المدربين اكفاء ومجموعه المدربين متميزين. نعم. لكن معنى ان انت تغيره عشان النتيجه النتيجه مش هو السبب، السبب اللعيبه مش المدرب. انا وجهه نظري لان اللعيبه انت حطيت طموح فيهم لانك حطيت فلوس كتير قوي فانت واخد الانكم هيديلك، هو مش هيجيلك. ارجع للحقيقه، فانا بقول الاحتراف اللي انا بقول عليه كده. كده هنظلم ده احنا هندوب كل المدربين مصر. يعني بعد كده مش هتلاقي يعني انها تدور ان مدرب ومدرب 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 الطريقه مش الناس تفكر انها. عشان كده انا بقول الاحتراف لم يقنن حتى الان التقنين الصحيح. مع احترامي اني اصبحت في رابطه والاتحاد من ناحيته بيحاول ينظم ولان الدوري الرابطه هي المسؤوله عنه. لكن الاتحاد وبيخطط وبينظم هيطور يمكن بعد كده للعيبه. وتشوف كمان لعيبه اجانب كتير قاعدين على الخط. ما هو دي من ضمن الحاجات اللي هي غريبه جدا. يعني جايب لعيب ادفع له بالدولار عشان يقعد على الخط. طب انا لما اجيب واحد مصري يقعد احسن. صحيح. يعني اللاعب الاجنبي اذا كانش لاعب يفيد الفرقه نمره واحد ويفيد اللعيبه اللي جنبه اثنين يفيد اللعيبه الاسبال الصغيرين يتفرجوا عليه يقوم ياخدوه عشان يبقوا زيه. هل الثلاث حاجات دولت بتتوافر في اللعيبه اللي بتيجي؟ مش في كل اللعيبه. وبالتالي اصبح احنا عندنا يا كابتن سلام 209 لاعب اجنبي. 209 لاعب اجنبي في الدوري الممتاز. لا في الدوري الممتاز. ما هو الدوري خمسه يعني خمسه في 18 لكن في الدوري الممتاز ودوري الثانيه. أيوة والثالثه. الممتاز الف وب. الف وب والدوري العام. الثالثه كمان. اوكي. والثالثه والدوري العام. طب العدد ده كله بياخد بالدولار هل يساوي اللي بيقدمه في الملعب؟ لا. قاعدين على الخط. طب في ناس كتير قاعده على الخط. صحيح. طبعا قاعدين على الخط وبياخدوا فلوس. صحيح. طب وليه؟ يبقى المفروض ان احنا يعني الحاجات دي ان شاء الله الاتحاد بيبحث الكلام ده في نوعيه اللعيبه في الكواليتي بتاع اللاعب اللي جاي ان يكون لاعب ايه في اداء ايه ترتيب الرينك عندنا هل هو جاي من انديه من دول رينك من المية الاوائل ولا من بعد المية دولة مثلا 130 و140 ويجي لعيب اجنبي طبعا مش هتلاقي فيها لعيب يعني وبعدين يدفع تيجي تدفع له بالدولار وبعدين ياخد مكان واحد تاني. هل في مصر دلوقتي راس حربة مصري تشعر فيه في كل فرق مصر؟ لا موجودين في الاولى والتانية. طب هتطلب من المنتخب بيعمل ايه؟ ما هو مش هيقدر يجيب اجنبي ما هو لازم يجيب يعني. ما اقدرش اقول برضو الناس كتير بتقول وبسمعها ما يجيش لاعب اجنبي راس حربه، الكلام ده غلط طبعا. هيقول لك مش راس حربه ده لعيب وسط ملعب وبعدين هيلعبوا راس حربه. لا يعني الا حارس المرمى بس، احنا بنقول حارس المرمى عشان تتحكم فيه. لا يمكن تغيير لكن تقول لي في الحته دي فاحنا ما عندناش يعني غير مثل بره مصطفى. مصطفى هو الوحيد هو راس الحربه الموجود. وكوكا ويعني وكوكا برضه يعني ما نورش قوي مع المنتخب رغم ان هو لعيب بيسجل مع فرقته في الدوري الاوروبي. حاجات كتيره لازم تنبحث وتعمل للكره المصريه. فلما تقولي مستوى الدوري ومستوى الكره ايه الفلوس المدفوعه اكتر من اللي بيقدمه اللعيبه في الملعب. طيب النهارده كيف استطاع غزل المحله ان يفوز على نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ طبعا في حاجه يعني لازم نحسبها للمحله مش هنقول الالتزام وكده.
الزمالك بيمر بظروف الفترة ما بعد مباراة الأهلي زي أي بطولة، لما بتكسبها أو بتخسرها، فبيكون لها تأثير ساعات سلبي وساعات إيجابي، وبترجع للمدرب هل يقدر ينتشل اللعيبة من الناحية النفسية، من الناحية البدنية، من الناحية الفكرية، إن هو ينسيهم المباراة السابقة وإحنا داخلين على مباراة قادمة مع الروح القتالية لفرقة المحلة اللي هي بتأدي جمهورها معاها كل ده مع الدوافع اللي هي كولر. ممكن المدرب بتاعهم ما قدرش ينسيهم، مدرب الزمالك فريق طبعا ما قدرش ينسيهم المباراة السابقة ويحضرهم للمباراة دي، بدليل ان الاجوال كلها من اول 4 دقايق ولا 5 دقايق وبعدين نقول تاني كده. فطبعا يعني اصعب حاجه يا كابتن اسلام اي مباراه ما بعد مباريات القمه للفرقتين اللي كسب فايز واللي خسر. مش احنا لسه بنقول الاهلي كانت مباراه صعبه؟ صحيح، لان الدوافع اللعيبه وصلت، فخلاص ها هيتنفسوا، لما يتنفس لازم هيريح. صح، الريح تيجي في المباراه ما تخاف منها، تكسب بطوله خاف بعد البطوله، توصل لكاس العالم خاف بعد ما توصل لكاس العالم، تخسر برضو الدوافع النفسية لازم تتغير عشان ترجع تاني تعيد وتشحن البطارية انهم يلعبوا. فحظهم انه جم مع المحلة والمحلة برة، محرة في ملعبها من مباراة الرزلة، حتى النادي الاهلي برضو كان يعاني من ملعب المحلة، وشوفوا من زمان الكلام ده. لا صحيح المحلة. صحيح طول عمر المحلة. ايضا النهاردة تعادل فيوتشر والمصري، نقدر نقول تعادل عادل، يعني الفرقتين فيهم مدربين مصريين واعدين فاهمين شباب قادرين، فالفرقتين فعلا كان صراع بين يعني الشباب مع الشباب، فكانت مباراة قوية من ضمن القوة، بس نقدر نقول التعادل عادل للمباراة. لعبة الكراسي الموسيقية اللي بتحدث ما بين فيوتشر بيراميدز مقاولين زمالك، هل ستستمر؟ مين من وجهه نظرك اللي هيكمل معانا ولا مين مش هيكمل؟ لا، الاهلي في المركز الاول، بعديه فيوتشر في المركز الثاني بفرق 6 نقاط. لا، الدوري يا كابتن سامي لسه لم يبيح بكل اسراره. اوكي، يعني الاسرار لسه موجوده فيه، والاربع فرق اللي انت تفضلت قلت انهم دولت في صراع ودخل معاهم المقاولين، هيخش معاهم فرق تانية برضو. المحله كمان 25 نقطه النهارده. ما هي كل الفرق اللي هي كده اللي هي نازله طالعه دي هتلاقي ده، عشان كده بقول لك صراع الدوري ما هو ثابت، ما فيهوش استقرار، ما فيهوش وضوح، ما فيهوش رؤيه، ما فيش برواز تقدر تقول الفرق دي يصنفها، ما نقدرش نصنفهم دلوقتي الا بعض الفرق. انت بتشوف فرق صغيره برضو بتكسب فرق كبيره على رايك، يعني ما انت اسوان بتكسب مين قبل كده؟ الزمالك. طيب يعني ده منطق، وبعدين اتعادلت النهارده او بتتعادل في ملعبها مع الاسماعيل، المقاييس دي من عرس الحدود في اسماعيليه. طيب كل الحربيه يعني. كل المقاييس دي وكل اللخبطه دي، الامور مش واضحه، ومجالس ادارات الانديه كل في ضلع في اللعيبه، الضلع الثاني في الاداره وفي المدرب، اضعف ضلع فيهم المدرب، عشان كده انت بتمشي، ده دلاله على ضعف الادارات انك تمشي مدرب. لا، مين اللي جاب المدرب ده من الاصل؟ ما انتوا مجلس الاداره. صحيح، انتوا ما جيتوش لقيتوه، فاذا طالما انت جايبه ودرسه وكده لازم تكون واثق ان هذا المدرب هيحقق لك اهدافك بهؤلاء اللعيبه، هيعمل لك اللي انت عايزه. صح، لكن انت اللعيبه انت متخيل عشان اشتريت لعيبه بفلوس وحسيت ان المبلغ دفعته جامد يبقى لازم هو يعمل لك كل حاجه؟ لا، مش هيعمل لك كل حاجه. المدرب مش هيقدر يعمل كل حاجه، نسبه اللي اتغيروا كتير يا كابتن. شو امسك في الدوري السنه دي من اول الدوري كده كام مدرب مشي؟ نسبه كبيره جدا. ده لا يمكن يبقى فيه استقرار. هيجي لك مدرب بطريقه تانية، باسلوب تاني، بفكر تاني، ويرجع تاني حفظ اللعيبه، ويرجع تاني يقرب للعيبه، وترجع يلعب له ماتش ماتشين كده هوب وقع غير. لا يا جماعه، مش هينفع الكلام ده. لازم يبقى في استقرار، يبقى في ثبات عشان يبقى في كوره في مصر. ايوه، طول ما احنا نازلين طالعين كده خلاص غير مدرب.
كل 3 دقايق تلاقي مدرب يتغير. أيوة يعني حاجة غريبة جدا. تقريبا كل معظم الأندية يعني باستثناء أهلي، فيوتشر، بيراميدز غير، مقاولين برضو ما غيرش يعني. بيراميدز اهو ادي فريق غير، الزمالك اهو غير، مين تاني؟ الاتحاد ما غيرش، فاركو غير، سموحه هيغير. ايوه ايوه كل الانديه تقريبا. اسوان غير، اسوان غير مرتين. يعني شوف كم مره غير. البنك الاهلي نفسه المحله غير، غير 3-4 مرات. ايوه او مرتين ثلاثه. طيب إذا المحل غير، الإسماعيلي غير، إسماعيلي غير. طب وبعدين مصري غير، مصري غير. طب ما يحصلش. أنت ممكن في الدوري كله 18 نادي ممكن على الدور الأول ينتهي يتغير واحد أو اثنين. لا ده مفروض الكابتن ربيع مشي من أسوان بعد الأسبوع الثالث. طب بقول لحضرتك يعني مفيش منطقية يعني. لا ما تستنوا يعني، أنتوا جبتوه في إيه؟ ده هو الراجل لسه بغض النظر عن نجاح كابتن أيمن. لا احنا ما بنقولش على كده. مش معنى كلامنا ان ده احسن من ده. لا 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 ما بنقارنش. احنا المده طالما اقتنعت بمدرب على الاقل اديله الدور الاول على الاقل، شوف انت فين من الدور الاول. لكن طموحات الانديه ومجالس ادارات الانديه عالي جدا اكتر من امكانيات اللعيبه. بس هتقول لي لا ما احنا دافعين فلوس. هي قد امكانيات الفلوس يبقى طموحاتك عاليه، لكن ما فيش لعيبه اصلا امكانياتهم لا تساوي قيمتهم المالية، وبالتالي لازم قيمة كبيرة نفكر صح على أساس إن إحنا مش كل شوية نقعد نغير. أخيرا يا كابتن فتحي، رأيك في استقالة كلاتنبرج النهاردة؟ وهل حضرتك مع الخبير الأجنبي ولا لا؟ أنا شخصيا يعني شايف إن تجربة رائعة جدا وجود خبير أجنبي. هو طبعا وجود خبير أجنبي مهمة، ومهمة كمان طالما احنا جربناها، بس يكون متفرغ لنا. طبعا احنا خلاص احنا صح يعني لازم يكون متفرغ لنا ويكون موجود بحيث يعيش الكرة معانا. لكن التنقل ما بين هنا وهنا والفكر ما بين هنا وهنا طبعا هي. وكلاتنبرج كان محلل في فوكس سبورت وكان مستشار لرابطة الأندية في اليونان، وكان خبير في الاتحاد المصري. والله يعني ما احنا بنقول احنا هو جه والاتحاد لم يقصر معاه، سواء في عقوده، عقودهم مظبوطه ملتزمين معاه في كل حاجه، لكن هو الراجل في اخر قعده شعر ان هو مش هيقدر ينفذ اللي اتطلب منه. اوكي. لانه كانوا جديين قوي في اخر جلسه معاه. جديين يعني بمعنى ايه؟ ان لابد انك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا عشان انت بتاخد كذا. فلما ظهرت دي وحس ان هو قارن بقى، قال لك لا يعني الحاجات دي كلها انا مش هقدر اعملها. فطبعا هو مش هيقدر يعملها، فهو من نفسه. احمد سامي برضو تمت اقالته اهو دلوقتي، لاعب مدرب قاعده بالتراضي في سيراميكا. احمد سامي سيراميكا، مدير فريق سيراميكا. اذا هل مش ممكن؟ هل يعني اذا الكلام اللي انا بقوله هو ده الكلام اللي، لان سيراميكا صرفت على الفرقه، فمتخيله انك يا جماعه انتوا ده مش مهندس هيبني عماره، هتتبني. لكن التعامل مع البني ادمين غير التعامل مع البنايات. صحيح. انت بتتعامل مع لعيبه واللعيبه متغيره. يا جماعة لا تصرفوا في الدفع لإمكانيات الملايين اللي بتدفع للعيبة، لأن هؤلاء اللاعبين مش في المستوى اللي انتم متخيلينه ولا الطموح. صحيح. الناس اللي هم بيسوقوا اللعيبة، مع احترامي لهم برضو، المغالاة اللي هم اللعيبة بتنتقل بيها، والمغالاة في اللعيبة اللي بتاخده. وبعدين كل الأندية كابتن إسلام دلوقتي مديونة. كل الأندية مديونة. صحيح. ما كانتش الظاهرة دي ما كانتش موجودة قبل كده. هل احنا بنطبق الاحتراف صح وبنيجي في آخر السنة بنقول الأندية المديونة لازم تصفي نفسها، لا إما ما كملتش بتنزل درجة تانية وبيحصل الكلام ده؟ أنا اتكلمت عن اللعب المالي النظيف في بداية هذا الموسم. الدنيا سمعت. قامت ما قعدتش. وقال لك أنت بتقول إيه؟ اللي أنت بتقوله. ومش عارف مين طلع قال ايه ومين عمل ايه. بالظبط. ما هو دلوقتي الكل بيطالب باللعب المالي النظيف. ما هو دلوقتي احنا ايه؟
الاسماعيلي ضحيه طبعا، ادي باين احد رموز او طبعا او علامات الكره المصريه الاسماعيلي، الضلع الثالث في كره القدم المصريه. اين هو الان؟ يعني ترتيبه فين؟ الاخير تيالي او الامن. طيب، الاخير. وهل التغيير اللي احنا قلناه دلوقتي وانت ضفت لنا الكابتن احمد سامي، هل احمد سامي تعرف كم مدرب يا كابتن اللي ما اتغيرش؟ كم نادي ما غيرش؟ خمس مدربين، خمسه من 18، يعني 13 نادي غيروا، يبقى فين ثبات؟ غيروا فيه غيروا اكتر من مره. لا يعني والباقي برضه لسه السنه، يعني الموسم مخلص لسه. هو ايه؟ اهلي والاهلي وفيوتشر والمقاولين والداخليه وحرس الحدود بس، هم دول. طيب يعني بس ما نضمنش ايه اللي والاتحاد السكندري ست طلع صح. الجيش غير يعني ما قلناها معاه كابتن علاء وبعد كده جاب كابتن محمد. لا 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 لا، ظاهره كله غير ظاهر. ايه اذا ما هو لازم نبحث، احنا بنقول السبب ايه؟ السبب مين اللي بيغير؟ مجلس اداره. طب مجلس اداره غير ليه؟ عشان نتائج. النتائج ايه؟ بيخسر ليه؟ السبب لان يقول لك احنا لعيبه جايبينها مثلا كم مليون. على فكره كلام حضرتك صحيح، عارف ليه؟ او يعني طبعا صح، لكن انا اقصد انه مثلا في حرس الحدود على الرغم من الخسائر الكثيره لم يتم تغيير كابتن احمد ايوب. ليه؟ لانه ما جابش لعيبه مفيش ملايين باسعار غاليه. مفيش ملايين، فهم على قدكم، على قد اللي هي دولت انا بلعب بدول، فهم مش حاسين انهم مظلومين في دي، بيشوفوا قارنوا مع الفرق. لكن مثلا سيراميكا كليوباترا كان الكل متوقع ان هي تعمل دفع يعني فلوس. نعم دفع فلوس. طب كل واحد بيدفع عايز المقابل صح. ايه؟ مكسب. بس المقابل ده مش من اللعيبه دي، صحيح. قيمه الحاجه دي مش هي، مش دي اللي هتوصلك. ايوه فانت طيب. يعني زي ما كل اللعيبه مثلا لما بدون عربيات بدون ماركات اللي هي كده، واحد تاني يجيب عربيه كبيره، فانت حاسس عشان دفعت في العربيه كده لازم تسبق، بس في ماركات عربيات تانيه اقل لكن طبعا هتروح فين؟ يا جماعه لازم نفكر بهدوء، ولازم الفكر ده تتغير، ولازم نشيل ده من دماغنا على اساس شيل ده من ده يرتاح ده عندك. ما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. يتبقى ست مدربين فقط لم يتم تغييرهم خلال ال 15 اسبوع دول، يعني 12 مدرب 12 مدرب تشيلسي من يعني ال 18 من ال 18 مدرب تم تغييرهم حتى الان. وبالتالي خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا، دايما بنستفيد بوجود حضرتك وبكلامك القيم الحقيقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره محمد جمال، وهنتكلم عن اتحاد كره القدم كتير جدا. ازيك يا جيم؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ كله زي الفل. خليك انت الاتحاد النهارده وموضوع كبير. مجدي النهارده لاتحاد الكره برضه. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله كويس؟ زي الفل. كلام مهم جدا فيما يخص اتحاد كره القدم، ولكن خليني ابدا بمباراه الاهلي والبنك الاهلي سريعا جدا من حضراتكم. اخد منك رؤيتك لهذه المباراه ورؤيتك لهذه المباراه. فوز مهم جدا يا كابتن، تاكيد انك تفوز وتاكيد انك تتصدر جدول الدوري بفارق كبير. النهارده استغليت طبعا خساره نادي الزمالك قدام فريق غزل المحله. الزمالك يمكن مش في المركز الثاني، انت بتنافس دلوقتي في الفتره الحاليه فيوتشر وبيراميدز. بيراميدز استطاع ان هو يفوز النهارده على سموحه 2-1، ولكن فيوتشر تعادل قدام المصري. انت وسعت الفارق ما بينك وبين فريق فيوتشر، كمان وسعت الفارق ما بينك وبين نادي الزمالك ل 11 نقطه، وده فارق كبير جدا قبل كاس العالم للانديه. اعتقد فوز كان مهم، وتاكيد بعد فوز طبعا على نادي الزمالك بثلاث اهداف، وكانت نتيجه كبيره جدا. فالنهارده كمان بتكسب فريق كويس زي البنك الاهلي، عنده دوافع كبيره ان هو يستغل حته ان انت كسبان. ولكن احنا دايما بنشوف النادي الاهلي من دايما من الفرق اللي هي بتقدر انها تقفل على نفسها بعد اي فوز، دايما بتعرف بعد اي فوز كبير زي نادي الزمالك تعرف تقفل الصفحه وتركز في صفحه جديده. النهارده كانت مباراه مهمه جدا في كل المعطيات. النهارده شفنا عوده بيرستاو مره ثانيه، اعتقد وجوده مهم قبل كاس العالم للانديه، كمان استمرار تالق محمد شريف بعد تسجيله هدفين في الزمالك. الزمالك النهارده بيسجل هدف الفوز. كان عاجبني جدا برضو النهارده خالد عبد الفتاح للمره الثانيه بيشارك بشكل كويس قوي، بيظهر بشكل كويس، لعيب جوكر في حته خط الدفاع. فاعتقد شارك في ثلاث مباريات في ثلاث اماكن مختلفه بالظبط، باك رايت وباك ليفت وسيرد باك. فاعتقد ده مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يكون عنده لعيب جوكر يقدر يلعب في الثلاث مراكز دول. بجانب طبعا النهارده انا بشوف مشاركه مروان عطيه ايضا كانت جيده بشكل كبير قوي، لعيب بيقدر يتحرك يا كابتن ما بين الخطوط بشكل رائع، وحتى شفنا ده في الجول الاولاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان عنده فرصه ان هو يسجل اكتر من كده، ولكن اعتقد كمان برده لعيبه بتفكر في كاس العالم للانديه، خايفين برده اكيد من الاصابات، خايفين من الاجهاد.
اعتقد فوز مهم جدا وتوسيع للفارق بشكل كبير، واعتقد فوز يخليك عندك دفعه كبيره قوي بعد كاس العالم للانديه، ترجع تبقى خلاص يعني بشكل كبير جدا عندك فرصه انك تحسم الدوري مبكرا. مجدي، ابرز الارقام اللي في مباراه الاهلي والبنك الاهلي هي ارقامها كلها كويسه في صالح النادي الاهلي الحقيقه. يعني نسبه الاستحواذ بس قلت شويه في في الشوط الثاني، يعني هنا الماتش تقريبا على 57% اعتقد. نعم. مقابل 43 للبنك. محاولاتنا كانت اكتر محاولات الاهلي على المرمى طول ال 90 دقيقه. المكاسب اللي من الماتش ده يا كابتن انا بشوف ان ثلاث مكاسب اساسيه. المكسب الاولاني انه احنا دايما بنروح كاس العالم للانديه مطالبين ان احنا نرجع نعوض فرق ماتشات مؤجله. دلوقتي مهما حصل في الماتشين المؤجلين احنا الحمد لله متصدرين جدول ترتيب الدوري المصري. تاني مكسب مهم جدا ان شريف بيهدف بعد فتره الانقطاع للمره الثانيه على التوالي. وانت بتتكلم يا احمد دي احصائيات المباراه. نعم. بالظبط. نهينا 52%، احنا كنا 57 اعتقد في الشوط الاول. شاركونا البنك الاهلي، فرقه البنك الاهلي فرقه محترمه جدا، بس هي كانت معتمده على التقفيل من غير استراتيجيه واضحه في الهجوم، عشان برضو القوام اتغير اكتر من مره بالذات مؤخرا بعد رحيل الكابتن حلمي طولان. محاولاتنا كانت اكتر بكتير بس ناقصها شويه التصويب الفعال على المرمى، هي دي النقطه اللي اكيد الراجل هيشتغل عليها. ولكن المهم ان التشكيله هجوميا ودفاعيا وبالذات في مركز خط النص اكتسبت عمق اكبر بكتير يا كابتن، سواء بمشاركه خالد عبد الفتاح في خط الدفاع، مروان عطيه في خط النص، عوده بيرسي تو وطاهر، دي انا بشوفها شيء في منتهى الاهميه ان الاثنين بيرجعوا بيعززوا تشكيله الاهلي الهجوميه، واحنا محتاجين ده باكبر شكل قبل كاس العالم للانديه. ارقام مميزه لكولر سواء في الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي يا محمد. اكيد يا كابتن، كولر مقدم موسم مميز جدا، لا خساره حتى الان في بطوله الدوري، في كل البطولات حتى اللي شارك فيها كاس مصر وصل للمباراه النهائيه. اكيد لما نشوف دلوقتي ارقامه على الشاشه هنعرف قد ايه ان مارسيل كولر تابع، يعني قدر ان هو مع النادي الاهلي يظهر بشكل كويس، عدم خساره في بطوله الدوري، انه يتصدر بفارق كبير جدا عن طبعا يعني عن نادي الزمالك وعن فريق فيوتشر الفترات اللي فاتت. اعتقد مارسيل كولر قدر يحط ايده على كل نقاط القوه والضعف داخل طبعا صفوف النادي الاهلي. انك انت كمان تنهي قبل كاس العالم للانديه بشكل مميز جدا، اعتقد ده شيء اعتقد يا كابتن مهم قوي بالنسبه لكولر. كولر كمان النهارده في المؤتمر الصحفي عجبني قوي تصريحاته، عجبني تصريحاته هادي، بيقدر يرد بشكل كويس قوي على كل اسئله طبعا الاعلام والصحفيين، حتى عن الصفقات كمان كان بيتكلم، قال انا بختار والاداره اللي هتفكر، انا عندي لعيبه كويسه، عندي لعيبه مميزين بشكل كبير جدا. اتكلم كمان على قدره النادي الاهلي في ان هو قادرين ان هم يظهروا بشكل كويس قوي في المباراه الجايه في كاس العالم للانديه. كمان اعتقد ان كولر بيتكلم مع لعيبه ان لسه ما فيش حسم لبطوله الدوري، ان اللعيبه ما تفكرش ان بطوله الدوري اتحسمت، لسه فاضل كتير جدا في بطوله الدوري، اربع ماتشات تعثر لسه يعني فلسه كتير، وهو اكيد جرب ده كمان يا احمد. انا بشوف ان كولر محظوظ شويه انه في بدايه الموسم كان فرق بشكل كويس، بعد كده قدر نادي الزمالك انه يجيبه في فتره من الفترات، بعد كده قدر النادي الاهلي تاني يرجع نفسه بالزبط. ولو تفتكر طبعا فوز انبي فوز بيراميدز، فقدر ان هو يرجع تاني بشكل كويس. فاعتقد ان كولر من اكتر المستفيدين خلال الفتره اللي فاتت دي، لانه كابتن شايف كل الظروف اللي ممكن تقابله خلال الفتره الجايه من الموسم. ايضا ارقام مهمه لاليو ديانج ولمحمد شريف على الجانب الهجومي والجانب الدفاعي، يعني ارقامهم الحقيقه الاثنين عاملين شغل جيد جدا. يعني بالذات اليو ديانج كميه يعني اللي خده بالذات مع كولر فعلا، وتحس ان هو يعني فكرني بايامه مع فايلر. دي الارقام قدامنا، هو لعب 90 دقيقه، تمريراته الصحيحه بنسبه 87%، ودي النسبه ما بقتش مستغربه دايما على ديانج. صحيح. الاستخلاص 10 مرات ده بالنسبه للاعب 6 كتير يا كابتن، يعني استخلاص المعتاد، بس ده المعتاد من ديانج. قطع التمريرات مرتين، البلوكات اللي هو بيعملها يا كابتن بالذات للتمريرات اللي بين الخطوط، ديانج مميز جدا فيها، ومن اكتر الناس اللي بتعرف يعني حته في الكوره كده يا كابتن، انه مش بس بيستخلص، انه بيستخلص ويبدا هجمه، الاستخلاص بتاعه بيستلم الكوره ويبدا هجمه. صح. واللي اكتسبه مع كولر انه بقى بيستقبل الملعب بوشه كتير يا كابتن. ديانج كان مشكلته في البدايات انه كان بياخد وقت على ما يقابل نص ملعب الخصم. ديانج دلوقتي بيقطع مساحات كبيره جدا بالكوره مع كولر، اداله جرأه كبيره. كولر اعتقد ان هو بيفضل النوع لعيبه خط النص اللي بيتحرك ناحيه ال 18. المميز جدا في ديانج واللي اتكرر وبشوف فيه شغل الراجل يا كابتن، التمريرات يعني تغييرات الملعب حصل في ماتش الزمالك. الهدف الاول، الهدف الوحيد يعني استلمت عبد القادر، على هو بيعتمد على انه ده بيحصل دايما، التمريره الاولانيه في التمريره التاليه في ماتش الزمالك اللي هي الثالثه، هدف شريف الثالث هو اللي بدا كل حاجه من ورا مع تحرك حمدي فتحي.
اللي بيعمله ديانج السنه دي لحد البدايه بصراحه مستوى ممتاز جدا جدا. ده لعيب خط النص اللي تعتمد عليه. انا كنت برضه خلي بالك انا كنت ضد الناس اللي شايفه ان ديانج ما يستحقش افضل لعيب في مباراه الاهلي والزمالك. ديانج لعيب كويس، لعب مباراه كويسه جدا في مباراه الاهلي والزمالك. لا الناس شافت ان حمدي فتحي أكيد اشترك أكيد في ثلاث اهداف، لكن الدور المعلوم، انا ما بقولش جندي مجهول زي ما بيقولوا الكلام ده، لا الدور المعلوم واضح جدا ان كان هناك دور دفاعي بحت، هو كان بيسود عليه كمان او كان واخد تعليمات. لا هو الناحيه الهجوميه كمان فظيعه كابتن، انه اي ثنائيه بتاعته، اي ثنائيه دفاعيه بتاعته، واي ثنائيه قوه كبيره جدا، قوه كبيره جدا. ممتاز. وشريف النهارده والماتش الزمالك ال 30 دقيقه تقريبا او ال 25 دقيقه اللي خدهم مميز جدا يا كابتن، انه بيعرف يغطي يعني الحاجات اللي رجع اللي كنا مفتقدين فيها شريف يا كابتن. فكره انه بس مش بيتحرك ورا الديفنس، مش بيخلق لنفسه الفرصه، لا في الجون اللي حصل بتاع النهارده دوت، لو استنيت الكره بتاعت مروان عطيه وهو بيستلم، شريف مقدر انه هيشوط وواقف في ال 18 واقف في السته مستني الكره، ممكن ترجع الكره، مستني ترد. دي الحاجات اللي كنا مفتقدين فيها شريف، انه احيانا التمركز ما بيبقاش افضل شيء. ايوه الفيرست تايم بتاع شريف يعني هي بتاعت مساله ثقه، المهاجم احيانا يدخله لحظه فيرست تايم، انه جاب واحده فيرست تايم حلوه. انا بتهيألي الجون الثالث بالذات ده اللي فوقه في ماتش الزمالك، حسسه يعني جون زي ده حسس الواحد بقيمته وبمهاراته. الثالث الثاني ممتاز، بس هو عارف الثالث كان صعب قوي يا كابتن، الثالث معقد. الثالث يعني يرجعه يعني زي ما كولر كان بيقول، انا فرجته على نفسه وقلت له انت ده، انت هداف الدوري المصري. النهارده كمان اتكلم عليه بشكل كويس جدا في المؤتمر، واكد ان هو كان بيثق في امكانياته. الجون ده جميل، بس هو خلوه من الرقابه مسهل شويه المهمه. ولكن الجون الثالث بدءا من التحرك لسرقه المدافع، الخطوتين اللي ورا للتسديد فيرست تايم بالرجل الضعيفه، كل ده او يعني محمد شريف اشول اساسا، يعني محمد شريف اشول اساسا، بس هو من كتر ما بنلعب برجلين الاثنين احيانا نقول على الـ على الـ على الشمال هي الضعيفه، بس هو يعني فيرست تايم من زاويه معقده في وضعيه الجسم مش معقده، الجون ده يدخل المهاجم في المود بالذات. هو كان ابرز كمان احمد ما بيميز شريف ان هو بيعرف يتحرك بشكل كويس قوي ما بين خط الدفاع، وبيقدر كمان ان هو يتحرك بجسمه بشكل سريع قوي ما يخليش المدافع يعرف يتصرف. يعني انت بص الكوره هنا طبعا مجهود رائع من حمدي فتحي، بص موجود فين، سارق تحت ازاي، بص اول لما علم بص هو مستنيها، الخطوتين اللي تحت دول هم الجون بالظبط، يعني خطوتين مطر وش رجله فلا فلا برضه مش مستنى. انا فكرني بجون تريزيجيه في نهائي اليورو اللي هو يورو 2000 اللي فرنسا كسبت بيه اليورو، هو كده بالظبط نفس الوضعيه بالظبط، حركتين لتحت، الخطوتين اللي خدهم لتحت دول يقول لك انه مركز. واعتقد يا كابتن هو استعاد لياقه كمان، لياقته كمان استعادت بشكل كبير جدا، لو تلاحظ يعني حتى لياقته غير اول الموسم. بالظبط، والمؤكد ان دي جمله متفق عليها، لان مليون باك ليفت في الكره دي هيلعبها عاليه تدخل في نص المنطقه تعمل اي دربكه، عشان يبقى عملت اللي عليا. انما علي معلول يلعبها ورا باصص ولعب لا والتاني واخد حركتين لورا، فده يدل ان برده شغل الراجل في الجمل المتفق عليه. انا مبسوط جدا لشريف، مبسوط ان كره النهارده دي خدها فيرست تايم من اول الموسم، ممكن كانت تتكعبل تحت رجليه او ياخد اكتر من قرار، كونه ياخد فيرست تايم في حاجه زي دي طبعا ده العادي بالنسبه لمهاجم النادي الاهلي، والعادي باذن الله ان هو يفضل كده على طول. ولكن يعني انا حاسس ان شريف خرج من حته الضغط اللي هو كان فيها طول السنه اللي فاتت. هو الحقيقه كان مضغوط جدا، ولكن في النهايه يظل واحد من افضل المهاجمين في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. اكيد يا كابتن، اكيد كابتن برجي. طيب بص يا كابتن، هو عشان انا قلت بقالي يومين عمال اقول، فانت برضو ادينا اللي عندك. بص يا كابتن، هو انت قلت لي ان دلوقتي حاجه غريبه. بص يا كابتن، هو دلوقتي هقول طيب. بص هو يعني خلاص، يعني خلينا متفقين ان الراجل بقى صعب جدا كهو كشايف طبعا كطريقه شغل، انها صعبه جدا العمل في الاجواء دي اللي موجوده دلوقتي جوه اتحاد الكوره. ولكن في محاولات ان هو يخلوه يكمل، بس مش اتحاد الكوره بشكل كامل. مين هو؟ كابتن حازم. الفتره اللي فاتت طبعا حازم هو اللي كان اختار مارك كلاتنبرج، هو اللي كان اصر على وجوده، ولكن كان في رغبه كبيره جدا من بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هو ما يكملش، وان هم مش شايفين تطوير وهكذا. الفتره اللي فاتت يا كابتن، بعد شكاوي الانديه للرابطه، الرابطه عملت دورها وراحت قعدت مع الراجل، طب انت ايه المشكله اللي عندك؟ طب قول لنا خطتك الفتره اللي جايه، طب قول لنا انت محتاج تعمل ايه؟ طب احنا عاوزين حكام جداد. الراجل شرح وقتها، قال انا لما جيت اتحاد الكوره كنت جاي كخبير للجنه تطوير الحكام، ما كنتش جاي كرئيس اللجنه، ما لقوش رئيس لجنه يجيبوه معايا، ما لقوش لجنه قويه فحطوني كرئيس لجنه فدخلوني في التعيينات. اتحاد الكوره يا كابتن عمل مشكله كبيره جدا خلال اليومين اللي فاتوا، هي اللي اتسببت في الازمه دي كلها. ان هم اعتبروا خروجه، هو الاول طبعا هو اشتكى لحازم امام واتكلم معاه، لان هو ما بيتكلمش مع اي عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره غير حازم امام، دي معلومه مؤكده. اتكلم معاه وقال له انا مستاء، وان انا شايف ان انا عندي مشكله، وكمان يا كابتن نقل الموضوع كمان في لجنه الحكام اللي عنده، ان هو شايف ان لجنه الحكام الناس بتعرف التعيينات بتاعه الحكام قبلها، انه اول ما بيبعت حكم في الجروب بتتعرف، كل الكلام ده هو متضايق منه. كمان اتضايق من حته مهمه جدا، ان انا كل حاجه
يعني كانها جايه عليه هو، انا انت مش متطور، انت 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 هو لسه ماسك المهمه من 3 4 شهور، فهم شايف ان هم محملينه المسؤوليه كلها، وان انت اللي انت اللي بوظت التحكيم من الاخر يعني. وبيختصروا دوره بشكل اعلامي ان هو بيعمل لنا الفيديو اللي هو بتاع ابرز الحالات. فالراجل طبعا متضايق من الموضوع ده، بيقول انتوا ما ساعدتونيش في خطه اصلا ان انا ادير التحكيم المصري. الراجل النهارده اللي عرفته ان هو كان بلغ كابتن حازم امام ان هو مستاء من بعض الحاجات، منهم طبعا الحديث اللي حصل معاه الفتره اللي فاتت من اتحاد الكوره، ان هم مش شايفين له خطه واضحه ومفيش تطوير في التحكيم ومفيش حكام صغيرين. كمان اتكلم معاه ان هو متضايق بقصه الراتب بتاعه، ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه له يا كابتن، ان هو كان متفق ان هو هياخد فلوس وقت تحليل كاس العالم وان هو يسافر براحته، ده كانت صيغه اتفاقه. ولكن اتحاد الكوره طبعا كل ما يشوفه في اي قعده يقول له انت بتسافر كتير، احنا عاوزين نقلل السفريات، انت مش مركز معانا، انت ما بتعملش محاضرات عمليه مع الحكام. فطبعا ده خلى مارك كلاتنبرج يتكلم مع حازم امام، قال له انا لما جيت مصر ما جيتش عشان ان انا انزل كل يوم اتحاد الكوره، ان انا اجي كل يوم اتحاد الكوره، امال ليه في لجنه حكام اللي انتوا كل شويه بتغيروها لي؟ يعني هم كل شويه كابتن، مره كابتن احمد ابو العيله موجود في التعيينات، مره يشيل احمد ابو العيله من التعيينات، يحط توفيق السيد، يشيلوا توفيق السيد، محمد فاروق يستقيل عشان مش النائب ويحطوه في القسم الثاني، يرجع ثاني كنائب، مشكله كبيره. فالراجل يا كابتن مش متساعد من اتحاد الكوره. طيب هل الراجل قدم استقاله مكتوبه لاتحاد الكوره؟ بقول لك لا. طب ليه لا ما قدمش استقاله كابتن اتحاد الكوره؟ هل الراجل بيدافع عن شهرين بالنسبه له ما خدهمش من راتبه، واتحاد الكوره بيقول له لا انت واخد شهرين مقدم فاعتبرهم ضيف ضيفه شكرا، صح؟ هيسيب الشرط الجزائي بتاعه؟ مش هيسيب الشرط الجزائي بتاعه كابتن عشان يمشي ببلاش. الراجل هيبقى متمسك بشكل كبير قوي ب 80,000 دولار بتوعه، 40 و40 شهرين بالنسبه له، وهيبقوا مهمين جدا مع الشهرين اللي هو ليه اصلا في اتحاد الكوره، بالنسبه له هو ليه بحسب ما هو بيقول. فاعتقد ان هو هيفضل متمسك بشكل كبير جدا بالشرط الجزائي. وهو يا كابتن على فكره هيبقى عاوز يرد على قصه موضوع الاستقاله، انا ما قدمتش استقاله، انا قدمت استياء ان انا مش مبسوط، ولو هنخرج من لجنه الحكام وهسيب اتحاد الكوره المصري يبقى هسيبه باتفاق. وده اللي بيحصل دلوقتي، ان في وكيل عن مارك كلاتنبرج بيتكلم مع اعضاء اتحاد الكوره، والله لو انتوا عاوزين تسيبوا خلاص مارك يعني بينكم الوصال يتقطع خلاص مفيش مشكله، بس يحصل اتفاق الراجل ياخد فلوسه بشكل كامل وياخد كل مستحقاته الماديه. اعتقد اتحاد الكوره الفتره دي مش هيقدر يدفع شهرين في شهرين كمان بتوع شرط الجزائي، فهيدخل في رقم كبير جدا. فهيفكروا طب انا بكره في اجتماع، احنا يوم الاربعاء في اجتماع في اتحاد الكوره عشان ننظر في استقاله مارك كلاتنبرج. لا، هو القصه كلها ان هم بيشوفوا هيوصلوا لايه مع مارك. بص يا كابتن، نفس موضوع كارلوس كيروش، قال لك بكره في اجتماع عشان نحسم مصير كارلوس كيروش، قعدوا مع الراجل حطوا شروط كده غريبه، قال له الراجل خلاص شكرا انا ماشي. طيب ماشي ازاي بقى؟ بصيغه ايه؟ كيروش مشي ساعتها وقدم فينا شكوى، يعني طبعا شكوى، وقعد يتكلم كتير جدا في الاعلام المصري وعرف يوصل للاعلام المصري، وقعد يبعت رسائل وان انا مستاء وحاجات كتير جدا، يعني التليفون عندي كارلوس كيروش مليان كتير. رسائل كتير كتير جدا يعني. فطبعا الفتره دي فيها هتبقى فيها مشكله تانية. فاتحاد الكوره في بعض كده الاصوات جوه، طب ما نلم الموضوع الراجل يكمل، خاصه يا كابتن مين هيجي يمسك رئيس لجنه حكام دلوقتي؟ اذا هناك محاولات من كابتن حازم امام حاليا لاستعاده مارك كلاتنبرج مره ثانيه، وان هو يهدي الامور دلوقتي. ده الكلام ده من ساعه اكيد بس. اكيد الموضوع صعب، صعب جدا، خاصه بعد ما اتحاد الكوره عمال يعلن عن طريق صفحته الرسميه، وكمان الراجل يا كابتن استاء جدا بالبيان الاولاني، لان انت البيان الاولاني انت بتتكلم ان الراجل مستاء والراجل هو اللي بيعين كل حاجه، وان الراجل هو المسؤول عن كل حاجه، وان الراجل واخد فلوسه كامله، وان الراجل احنا لينا عنده فلوس، وان احنا ممكن لو اشتكينا ناخد فلوس. وكمان بيكون احنا مديناك عربيه ومديناك يعني اعتقد الكلام ده ما كانش ينفع يطلع بالصيغه دي. اعتقد اتحاد الكوره كان لابد عليه كابتن ان هو يهدى شويه في حته مارك كلاتنبرج، ما يتسرعش في حته ان هو يعني يدخل في جدال مع مارك. مارك حكم كبير جدا، حكم فاينل دوري ابطال اوروبا، هيقدر يوصل للاعلام بشكل اسرع. فمش من مصلحه حتى الكره المصريه انها تفضل تدخل في مشاكل مع ناس زي كارلوس كيروش وزي مارك كلاتنبرج، حاجه غريبه جدا. طيب. اتحاد الكوره برضو احمد، انا سمعت ان هناك اخبار بيتم تداولها على انه من الممكن جدا ان مارك كلاتنبرج اذا لم يصل الى اتفاق مع اتحاد كره القدم المصري انه سوف يقوم بعمل مؤتمر صحفي في انجلترا. لا ده مؤكد، يعني انا بقول لك المعلومه دي مؤكده، المعلومه دي مؤكده. لا معلومه مؤكده انا عارف، بس هو مستني ان حد يتم التواصل على يعني تمام انتوا يعني من الاخر ايه حطيته الاستقاله على يعني على لساني. لكن هل في رجوع ولا ما فيش رجوع؟ لا دي معلومه ما اعرفش يعني، بس هو المؤكد ان كلاتنبرج ينوي بشكل مؤكد اماطه اللسان عن كل شيء. خلينا نختلف. اتفضل. المعلومه اللي عندي لسه ما فيش مؤتمر.
ما لسه لحد الان ما فيش مؤتمر رسمي. لا ما بيفكر، لا ما بيفكر يعني ما بيفكرش في دي، هو عايز يفكر يطلع يتكلم يطلع، أيوة يطلع تلفزيونيه، مش قصه طبعا مؤتمر صحفي في انجلترا تحديدا. لا يعني مثلا لا يعني ما اقدرش اجزم برضو بوضوح، بس هو المؤكد يا كابتن ان كلاتنبرج يخطط لاظهار كل ما لديه من المستندات، لان هو مش هيتنازل فعلا. بتفق مع جمال انه الشرط الجزائي والحاجات دي هو مش هيتنازل، لان الاستقاله الملقاه على لسانه دي هو مش حابب الطريقه دي، زائد المشهد العبثي اللي حصل طول الاسبوع اللي فات وقبل ماتش الاهلي. انا شفت يا كابتن في 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 احدى القنوات يعني بيتكلموا انه ده عشان مش عارف ايه سلوفينيا اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي اللي كان مش عارف ايه والثلاثي كابتن اي حاجه والله، تيتو والاتحاد اليوغوسلافي وتشيكوسلوفاكيا. انا دخلت في قصه يعني، انا حسيت انه يعني هزيان تخطى التاريخ الى الجغرافيا. انا ما اعرفش والله انت بتتكلم على لا والله لا بجد حاجه تتوه جدا. وفي الاخر عارف يختصر لك المشهد ان ايه، ان الحكم اللي جاي للاهلي وما كانش عارف يقول اسمه صح، يعني كلاتنبرج بيعين صحابه ما تفهمش يعني، حتى الصياغه بتاعت يعني واحد صاحبه جاب لك حكم نهائي كاس عالم مارشينياك مثلا، في حد احسن منه دلوقتي؟ مش عارف يعني الفيفا قالت الراجل ده حكم زي حتى سلوفيني حكم ماتش الارجنتين والسعوديه في كاس العالم وانجلترا ويلز في كاس العالم، هل ده حكم وحش؟ لا بقى انا احنا مستوى رضانا من عدم وعن كلاتنبرج ده شيء ممكن يختلف فيه اكيد، ولكن انك تطلع تقول كلام زي نفس الناس هي بالظبط يا كابتن. لما الزمالك كسب دوري السنه اللي فاتت اخر قال لك ده عشان اول فتره يجي خبير تحكيم اجنبي يدير الكره في نفس الاشخاص صح هم صح. هم مش معنى دلوقتي كلاتنبرج فلا يعني القدره الرهيبه على ابتلاع التصريح، ان واحد يقول تصريح يقوم بلعه، والراجل نفسه بيوصل لكل حاجه يعني. هو لم يعني هو الراجل ليه تجربه في اليونان، ليه تجارب في دورات اللي هو في انجلترا، الدوري السعودي كمان في الدوري السعودي، وايا كان برضو تقييمنا لنجاحها ولا فشلها، ولكن انا متاكد ان ما فيش عضو اتحاد كره في بلد من هذه البلدان طلع في برنامج هو المسؤول عنه ينتقد مسؤول تحكيم، ينتقد رئيس لجنه الحكام في البرنامج بتاعه اللي هو بيقدمه كمذيع. هو هي دي حاله عملته. احنا اتفقنا على حاجه كويسه جدا طول الحلقات اللي فاتت، ان مارك كلاتنبرج لازم يستمر في منصبه طوال الفتره كلها طوال الموسم، بعد الموسم اقيم والله الراجل ده التحكيم فعلا افضل معاه ولا مش افضل معاه. ما هو دلوقتي خلي بالك هو الاتجاه ان هو بيقول لك ايه، ان هو اللي قرر ان هو يقدم استقالته. غصب عنك انت اللي قررت يعني، هو غصب عنك انت اللي قررت يعني. سافرت ليه انت ليه طلعت من الجروب كابتن؟ هو انت لما تعاقدت معاه مش عارف ان هو مع الاتحاد اليوناني؟ ما انت عارف. هل وانت متعاقد معاه مش عارف ان هو هيحلل كاس العالم؟ كل الكلام ده قلناه. وانت متعاقد معاه مش عارف ان هو مش هيكون فضيلك بشكل كامل؟ طب انت ليه كاتحاد الكره المصري ما جبتش معاه لجنه قويه يا احمد؟ انت لازم تجيب لجنه تكون قادره انها تدير. انت النهارده طلعت في البيان بتاعك بتقول كابتن محمد فاروق هيدير التحكيم، طب ما انت حاولت الفترات اللي فاتت ودي حاجه يعني المفروض تكون معروفه، حاولت مع كابتن سمير محمود عثمان ان هو يجي نائب لمارك كلاتنبرج، حاولت مع كابتن جهاد جريشه انه يجي مع مارك كلاتنبرج، حاولت مع ياسر عبد الرؤوف انه يجي مع مارك كلاتنبرج، وفي الاخر بعد ما الثلاثه يعني يوافق على طول يروحوا قاعدين مع بعض تاني يختلفوا على الاسم، يرجع الموضوع من جديد. طب احنا هنقضيها كده يعني هنقضيها في ماتش المحله النهارده كانت حاجه نموذجيه. طب تاخد بقى مفاجاه يعني ما كانش فيه فار اصلا من اول الماتش. طب ادي ماتش، لا ادي ماتش الزمالك والمحله، ماتش بقى سموحه وبيراميدز الناس ما اتفرجتش، عربيه الفار راحت متاخر. طب الحكام قعدوا فين بتوع ميدو سلامه بتاع الفيديو؟ كان قاعد في المدرجات بيتفرج على الماتش، مفيش فار في الماتش طول الماتش. طول الماتش قاعد في المدرجات بتتفرج. لا معايا الصوره في الفصل هعرضها لك، هم قاعدين في المدرجات بيتفرجوا على المباراه. والله ماتش الزمالك ان اول جون اتحسب بالفار. اول جون بتاع المحله حسب فار يعني، رجعوا والبيلين كانوا فار باظ، والبيلين بين الشوطين الفار باظ يعني. انا سمعت مثلا اكتر فضيحه، بس احنا عندنا ترجي وداد، الوداد والاهلي لما كان الفار بلغوا كابتن محمد يوسف ومش عارف ايه وطلعوا لها تكييف قانوني ما ان تمام، بس ان الفار يعطل بين الشوطين دي انا بقول لك من متابعه الكره القدم العالميه، بس انا كنت هطلع ما حصلتش في اي بلد. انا هطلع لك الصوره ان بين الشوطين، ان بين الشوطين. بعتها لي بس عشان ما ماشي، هبعتها لك نطلع في الفاصل مع بعض تشوف الصوره. كابتن ميدو سلامه قاعد في المدرج، العربيه بتاعت الفار وصلت متاخر استاذ كده يعني، ده يتحط بعد الماتش يعني. بس يعني خلاص ما تلحقش بقى تركب الدنيا كلها. اول ايام التحكيم المصري بعد كلاتنبرج يعني، بتسميها كده اول يوم بعد كلاتنبرج. خلي بالك يعني هو كمان كان بيشتكي من قصه التقنيه نفسها، هو التقنيه اكيد محتاجه بعض التعديلات، هي تكلفتها عاليه جدا، ولكن اتحاد الكوره ان هو لو عاوز يطور الموضوع ده لازم ان يكون يا احمد يكون في تطوير للكلام ده وتفكير في الحته دي. انا دوري ان انا اقعد مع مارك كلاتنبرج امتى احكم ان هو فاشل وان هو مش هيدير التحكيم المصري بشكل جيد؟ لما اقعد معاه واسمع من خطته خطه لا تناسب امكانياتي او خطه انا مش موافق عليها، ولكن انت ما قعدتش مع الراجل طلبت منه خطه وانت في نفس التوقيت ما عندكش خطه، يبقى مين بيلوم مين؟ ف
فاهمني؟ هي القصه ان لازم اسم يشيل الليل، انا بشوف كده انه في اسم يشيل الليل، او ان في رغبه تانية يعني بين السطور كده، في رغبه في اجهاض تجربه الخبير الاجنبي. يعني انا ايا كان الاسم اللي جاي مين، الاسم اللي جاي مين ايا كان، لا 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 مش كان ايا مكان، الخبير الاجنبي الاوروبي، الاوروبي ايا مكان، محدش يجيب لي حد من سيشن ويقول يعني لا لا دي كانت بتترمي عشان ما تتعبش. موضوع ايدي ماي دي انا سالت فيها، يعني مفيش كلام، انا اتقال مفيش كلام ده. وايدي ماي يعني انت اعتقد لعبت ماتش الاسماعيلي وانامبا اعتقد صح، وفي احسن من يعني موضوع صعب. وايدي ماي ده كان حكم مباراه لسه كنت كان واحد مصر والجزائر، مصر والجزائر في السودان، حكم صعب جدا 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 يعني، لا مش هينفع طبعا يعني احنا ما نبقاش بس غير أسوأ. لما يترمي بالاسلوب ده وانت راجل صحفي كبير وتفهم الحاجات اللي بتترمي بالاسلوب ده بتبقى معموله علشان انت النيرف يعلى قوي، لا انا ما ينفعش تجيب احمد مجدي تجيب حد اسمه كده يعني حد بعينه احمد مجدي، زائد ان زي بقول لك يا كابتن خلاص انت جبت انجح واحد في العالم، جبت كولينا، جبت مارتينياك يا جبت كولينا يمسك للتحكيم المصري في الاجواء بتاعت دلوقتي، ويجي كولينا يسمع من الكابتن توفيق وتوفيق الناس دي تقول له كده، وبعد كده يقول له ايه تمام ده التحكيم بتاعنا حضرتك هتعرف تتطور، هيقول لا ويقوم ماشي. طب ايه يا جماعه احنا جبنا اتنين اجانب في سنه واحده ما نفعوش، رجع لنا الكابتن فلان بقى اللي احنا مظبطين الدنيا، خلينا واضحين مع بعض، واحنا احنا مش هنرجع في رغبه في لو في حكام مصريين انت هترجع لمين؟ مش هترجع غير الكابتن عصام، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. لكن انت عايز تطوير بقى في التحكيم خلاص، وعايز تجيب خبير اجنبي تكمل مع مارك كلاتنبرج، ولازم تجيب معاه لجنه قويه، لجنه تقدر ان انت تاخد قرار، لجنه تقدر تدافع عن التحكيم في التلفزيون، او تطلع تصدر بيانات محترمه، وبيانات كمان تقول الانديه والله الراجل ده غلط احنا عاقبناه بكذا، لكن هنفضل نقول يا كابتن اخطاء الحكام وسريه والعقوبات، طب ما احنا بنعرفها ازاي؟ ما احنا بنفضل مستنيين الاعلان بتاع الحكام بتاع ثاني يوم، مش هنلاقيهم موجودين في الجوله اللي بعدها فهقول لك ده موقوف، لكن احنا مش هنفضل ان برضه كلاتنبرج لازم يبقى في قاعده معاه والله. طب حتى لو انت خلاص هتمشيه، طب تقريرك عن الحكام احنا لازم نستفيد، يعني كارلوس كيروش ساب تقرير احنا ما بصيناش فيه، جه الكابتن طبعا ايهاب جلال، صح. ايهاب جلال ما لحقش شهر ومشي، طب هل ده تخطيط؟ ما ده اكيد مش تخطيط، يعني دلوقتي انا اكيد خايف على فيتوريا وميكالي، يعني انا بالنسبه لي فيتوريا مدرب مميز، ميكالي خد قبل كده الذهب مع البرازيل في اولمبياد، فانت جايبه للسن الاولمبي، يبقى لازم الاثنين دول انت برضه تحافظ عليهم. طب هل انت مهيئ الظروف؟ انت عندك بطوله امم افريقيا بعد شهر للشباب، وانت ما ظبطتش لسه المباريات الوديه للمنتخب، ولازم نشير للموضوع ده لانه موضوع مهم جدا، وبطوله صعبه وبطوله للجيل احنا محتاجينه. ده قبل كده من 3 اسابيع ولا من شهر بالظبط كابتن، لحد دلوقتي ما وصلوش لولا اتفاق مع مباراه وديه. طب هل ينفع المنتخب الوطني الاولمبي اللي ما اتجمعش من شهر 11 مع ميكالي، وتجمعتين بس مع ميكالي، والراجل يعني برده كان سافر الفتره اللي فاتت وكده، يعني حصل من الكابتن بركات كلام معاه وقال له انت سافرت وقعدت فتره كبيره جدا في كريسماس وبتاع، ورجع تاني دخل في مشاكل مع كابتن عصام الحضري، النهارده طلع بيان رسمي المنتخب الاولمبي ان الكابتن عصام الحضري وميكالي خلاص اتفقوا ان ياخدوا 4 حراس في مباراه الجابون الوديه اللي هتتلعب يوم 30. يعني انت مطلع بيان عشان تنفي المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت لما كان كابتن عصام هيمشي. فانا بشوف يا كابتن ان احنا باصين في مشاكل، يعني هم يعني اتحاد الكوره حاطط نفسه في مشاكل مش مشاكل، يعني انت المفروض مشاكلك تكون ابسط من كده، المفروض الحاجات دي اصلا انت دلوقتي تكون بتفكر في مدير فني اتحاد الكوره، ما عندكش مدير فني اتحاد الكوره، مين يخطط ومين يحاسب المديرين الفنيين بتوع المنتخبات اللي انت جايبهم الاجانب في فيتوريا وميكالي، وعندك كابتن محمود جابر في الشباب، مفيش توحيد طريقه اللعب، مفيش اكاديميات، مفيش ناشئين، لازم اتحاد الكوره يفكر في الكلام ده، وزي ما هو بيطالب مارك كلاتنبرج بخطه واضحه، احنا برضه محتاجين خطه واضحه الاتحاد الكوره ماشي عليها. انت ما تطالبش بالظبط، هو ده النظام. يعني انا شفت في الاخر يعني بمختصر اليوم انه كان بدايه النهارده من الصبح كده لحد الساعه 9 كده لحد الماتش ما خلص مشهد عبثي كده، يعني مشهد عبثي كده، كل شويه خبر عبثي اتغيرت وكده، والاهلي كسب والاهلي كسب في الاخر والاهلي هو ده الخبر العادي، يعني الخبر اللطيف اللي في النص يعني بالنسبه لنا احنا كاهلاويه، يعني بالظبط، لانه كمان يعني ماتش المحله انا كنت قاعد بتفرج، الموضوع فج جدا، يعني موضوع جديد فعلا، فكان فج، فقلت يعني ده بعد كلاتن، هو ده الاتجاه اللي بعد كلاتنبرج، فلما جينا هنبوظ الشاشه في النص بس لا انت عارف ان قانونا يعني قانون اللوائح اللي ضابطه للفار يقول لك لو تعطل قبل الماتش. انت عارف انا ما رضيتش اتكلم على الموضوع ده النهارده ليه؟ لان انا بكلم خبير صيانه للفار عشان اقول له هل من الممكن، عشان برضو انا الكلمه امانه، لما تطلع تتكلم لازم تطلع تتكلم صح، انا كنت عايز اعرف هل ممكن الفار يتعطل ولا ما يتعطلش؟
والرد ولا الرد ايه؟ لا لسه بقى ما بقول لك انا ليه ما خلينيش اتكلم ان انا ما جاليش رد واضح في الموضوع. لا هي يعني في حاجات في اعطال. انا فاكر احنا محتاجين فعلا تعديل في تقنيه الفار دي بقت واضحه جدا. وعلى فكره الحكام بتشتكي الحاجه القديمه بتاعت المنافله دي يقول لك تعمل كده. والحكام كمان بتشتكي. ما احنا بنشتغل كده. وبعدين انت محتاج زوايا تصوير معينه، محتاج شغل كتير جدا في قصه الفار. الفار مش بس ان انا برجع الحكم يقول لي القرار، لا ده اللعبه ممكن انت تشوفها من الظهر تبقى مختلفه خالص لما تشوفها من زاويه ثانيه، بتختلف تماما. كره جايه في ايديه بس انت مش شايفها، بس انت مش شايفها عشان جسمه او ايا كان، فانت محتاج بعض التغييرات بشكل كبير جدا. واعتقد ان لازم بقى الفتره الجايه يحصل وضوح يا كابتن، وضوح في موضوع مارك كلاتنبرج. ما نستناش لحته ان مارك يرد. توقعاتك لبكره للاجتماع الطارئ اللي هيعمله اتحاد الكوره؟ يعني اتوقع ان هو سيتم الاتفاق على هيتقال ايه، يعني برضو النظريه بتاعت هنقول يعني هو كده كده ماشي. لا هو كده كده يعني هو كده كده غالبا انا متخيل رد فعل اتحاد الكوره الواضح انه هيمشي، لانه في خلاف واضح جوه اتحاد الكوره دلوقتي على طريقه الاقاله وعلى البيان انقسام. وعلى انقسام اكيد يعني في انقسام جوه، ولكن انا بشوف ان الكفه الاكبر هتميل لجهه انه ده الراجل ده اهان التحكيم المصري. حلو جدا. هيمشوه هيجيبوا مين بسرعه؟ مين؟ ما اقدرش حد اوروبي يعني؟ انا متخلى. لا مؤكد ان اوروبي، مؤكد ان اوروبي، ولكن مستوى ايه؟ ده كابتن هو لسه الامور مش واضحه، بس اعتقد بكره اكيد لما يقعدوا لازم يوصلوا مع الحل. وجهه نظرك هيعملوا ايه بكره؟ لا اعتقد ان بكره الموضوع اعتقد الموضوع بكره هيبقى صعب. لا هي مش قصه استقاله، هيوصلوا لحل معاه. اعتقد هم هيوصلوا لحل لان هو منتظر فلوس. لو انت اديته فلوس الراجل ممكن يكمل ساعتها، ممكن تضغط عليه هيكمل عادي. فالقصه كلها ان انا اتوقع ان هو خلاص يعني مهمته انتهت. قصة اوروبي دي اشك فيها، يعني اشك ان في دلوقتي حد يجي يدير التحكيم في نص الموسم. حد افريقي اعتقد مثلا؟ لا اعتقد ممكن يبقى مصري. اعتقد ممكن يروح التفكير شويه ناحيه الكابتن سمير عثمان. اعتقد ممكن يضغطوا عليه ويوافق، خاصة الراجل انا كنت عارف ان هو رفض في فترة. لا رفض في فترة، هو الراجل كلاتنبرج كان عايزه. والراجل كان عاوزه، وعلى فكرة الراجل كان مبسوط ان في بعض الحكام بيدعموه. يعني انا شفت النهارده ودي عجبتني، شفت جهاد جريشه، شفت سمير عثمان، شفت ياسر عبد الرؤوف، شفت اكتر من حكم بيدعموا ان هم شايفين ان كلاتنبرج لازم مهمته تستكمل الاخليه. ليه برضه ليه يا كابتن هم بيعملوا كده؟ عشان هم شايفين ان هو لو جم مكانه برضه بعد اسبوعين ثلاثه من الانتقادات هيمشي، هيحصل فيهم نفس الامر. ده اكتر يعني ادعى انك تعمل كده مع المصري كتير طبعا. بس يا كابتن اتوقع ان الموضوع كان هدفها ان الاقالات دي تفضل تقال، يعني بالزبط. في ناس هدفها ان العجله دي تفضل دايره علشان يتقال ان الاسم الفلاني للتحكيم. والحقيقه ان الكابتن عصام عبد الفتاح قاعد في الجزائر وملوش اي علاقه باللي بيحصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في من يضرنا بسمعه التحكيم النهارده. قال يضرونا بسمعه التحكيم المصري. قال كده. انا قلت برضو انت بتقول لا وحسب هو كابتن عصام قال كده. عصام لا يعني حسب على اللي بيضر بسمعه التحكيم المصري. بسمعه التحكيم المصري. هو كابتن عصام قاعد في الجزائر ملوش علاقه بالافريقيا المحليين وبتاع. نعم في كاس افريقيا المحليين. كاس افريقيا المحليين هو بيقول لك انا غير متابع للي بيحصل، ولن اعود للتحكيم المصري. ولن اعود للتحكيم المصري. عموما خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا جيمي على وجودك معانا. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا. الفتره الجايه هنتكلم كتير بقى عن كاس العالم للانديه. دي حاجه شخصيه حلوه كده بقى كهلاويه، هتبقى الدنيا فيها كلام مهم جدا. هنتكلم بقى حاجه جميله كده اوكلاند سيتي وسياتل. هنا ولعبنا وسياتل وريال مدريد بقى وفاينل. كل حاجه وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ونستطيع ان نصل الى اقصى حاجه نقدر نصل ليها في كاس العالم للانديه. انا بشكركم جدا يا جمال محمد جمال واحمد مجدي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.